مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل على حضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في بيتكم قناة الأهلي وملعب الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة هنتكلم فيه عن شكل الأهلي الجديد مع لاسارتي. أكيد بنتمنى له التوفيق وبنتمنى لفريق الأهلي التوفيق في الفترة المقبلة الهامة جدا. هنتكلم كمان عن مباراة سموحة مع النادي المصري النهاردة، طارق يحيى في إيهاب جلال، أول مباراة رسمية لإيهاب جلال ظهر بيها بالشكل المناسب، ولا كان في حاجات لسه ولا لسه يعمل حاجات إيهاب جلال مع فريق النادي المصري. هنتكلم مع ضيوف الكرام الكابتن إبراهيم عبد الصمد والكابتن أحمد بلال اللي هيشرفوني بعد قليل. أكيد كمان هنجيب معانا على التليفون الزميل العزيز شريف شعبان عشان يطمنا عما دار في ميران الأهلي بالشكل التفصيلي الفني النهارده إن شاء الله. تعالوا بس أقول لكم أخبار عن، أكيد كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي والداخلية امبارح واللي حصل فيها من الاداء الفني، وهنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز الهامه جدا لكل الاهلاويه ان شاء الله يوم الجمعه المقبل على استاد الدفاع الجوي في السادسه مساء، مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن. هنتكلم في كل النقاط دي ان شاء الله مع ضيوف الكرام اللي هيشرفوني بعد قليل. اطمنكم على شكل النادي الاهلي النهارده، اكيد لاسارت اجتمع مع الجهاز الفني عشان يقول لهم شكل النادي الاهلي في المرحله المقبله واسلوبه في التدريب واسلوبه في اللعب واهم النقاط الفنيه اللي هيركز فيها مع فريق الكرة مع العناصر الوافدة الجديدة للنادي الأهلي. النهارده رمضان صبحي ومحمد محمود بيشاركوا لأول مرة في ميران النادي الأهلي. رمضان صبحي الوافد على سبيل الإعارة من الدوري الإنجليزي القوي جدا، كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلنا ان رمضان صبحي في ناس اعترض على الفلوس بتاعته وقالوا فلوس كتيره جدا وفلوس مش كتيره جدا. رمضان صبحي جاي من الدوري الانجليزي، انت عايزه كنادي اهلي ولا مش عايزه كنادي اهلي، اكيد كان من اولويات النادي الاهلي انضمام رمضان صبحي، هيدي قوه للفريق اكتر ما قوي ان شاء الله في المرحله المقبله. فلوسه بقى مش فلوسه، اكيد الكلام ده مش هيفرق مع النادي الاهلي لما محتاج لعيب في قوه رمضان صبحي، ان شاء الله يكون اضافه جيده للفريق. وكمان رمضان جاي من الدوري الانجليزي، فاكيد الفلوس دي بالنسبه للدوري الانجليزي مش فلوس كتير ولا حاجه، لكن بالنسبه لنا احنا ممكن البعض يتخيل انها فلوس كتير، لكن خلاص يعني الكلام في الفلوس ما بقاش دلوقتي يعني بيشغل اهتمام اي نادي كبير عايز يحافظ على زعامته، عايز يحافظ على القمم اللي احتلها قبل كده في الدوري المصري والزعامه الافريقيه. اكيد ده لاسارتي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومترجم لاسارتي معاكم كمان زي ما انتم شايفين، محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي. محمد يوسف قدم كل ما لديه في الفترة الماضية والحمد لله اللي احنا خرجنا من المرحلة دي على خير. زعلنا قوي على النقطتين اللي ضاعوا مننا امبارح، لكن اكيد كان ليهم اسباب ونناقشها مع ضيوف الكرام مره ثانيه النهارده، اتكلمنا فيها امبارح وهنتكلم فيها النهارده كمان. طيب معايا الزميل عزيز شريف شعبان على الهاتف هيطمنا على ميران النادي الاهلي النهارده ونكلمه في كل الفنيات. شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا كابتن ميدو ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانت طيب، عام سعيد على حضرتك وعلى كل الاهلاويه. وعلى كل المشاهدين كل سنه وانت طيب شريف، وان شاء الله تكون سنه سعيده على كل المصريين. طمني بقى، اكيد كل الجماهير الاهلاويه عايزين يطمنوا على شكل التمرين الفني النهارده، وهل ظهر لاسارتي او اظهر لاسارتي شكله الفني في الميران ولا لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ كابتن خليني اقول لك ان هو كان حريص النهارده يشوف ارض الملعب، يشوف الجيم، يشوف اوض اللبس، يشوف كل كبيره وصغيره تخص فريق النادي الاهلي، يشوف الادوات، يشوف الكور، يشوف كل حاجه تخص فريق الكوره، يشوف المختص او يشوف الجهاز بتاع التلج بتاع الاستشفاء، يعني كل حاجه كان حريص يشوفها الراجل النهارده ويبني ملاحظات. دي حاجه، الحاجه الثانيه مبين من اسلوبه في التمرين ان هو عمل ثلاث تقسيمات صغيره او ثلاث مجاميع التسلم والاستلام، وكان حريص طول فيها المده كتير قوي، وبعد كده هو عمل تقسيمه في وسط الملعب، تقسيمه صغيره برده من لمسه واحده والضغط على المنافس وينفع الكره الباص يطلع بشكل سليم. شكله تمام. بيحب المساحات يعني تبقى ضيقه شويه ويبقى فيه الباص سليم يخرج من اللاعب بشكل سليم. لان ده اللي بيلعب النادي الاهلي يا زميل العزيز شريف، ده اللي بيلعب النادي الاهلي في معظم المباريات، تلعب في مساحات ضيقه محتاج تطلع الباص سليم، مش محتاج تعمل اي مس باص، فاكيد التمرينه دي صحيه جدا. اتفضل. كمان وكمان الباص لقدام مش لورا، يعني تمام. هو كان كذا مره وقف التقسيمه وتوجيهاته كلها الباص يبقى لقدام، ما ينفعش اللعيب يرجع الكره لورا، يعني شكله اتفرج على النادي الاهلي بشكل كويس، شكله تابع النادي الاهلي بشكل كويس، بانت قوي في التمرين بعد النهارده. تمام.
تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه تالق كل اللاعبين رمضان صبحي الوافد الجديد محمود وحيد محمد محمود بجانب اللعيبه اللي موجوده، الكل بيتسابق عشان ياخد ثقه الراجل، الكل بيتسابق علشان خاطر يبقى ليه دور الفتره الجايه. هو اتكلم معاهم النهارده ان مش هيعتمد على اسماء، مش هيعتمد على الاعمار، اللي هيهمه كله اللي هيظهر معاه بشكل يناسب طريقه لعبه، بشكل يحيله في التمرين ان هو قادر على تحمل المسؤوليه، هيلعب، هيكون اول واحد موجود في التشكيل ايا كان سنه. يهمه تنفيذ فكره يبان في التدريب عشان يلعب بعد كده في مباريات. وده الفكر الاحترافي. ده الفكر الاحترافي. تمام طبعا. تمام تمام. النهارده اجتمع مع اتفضل يا شريف اتفضل كمل. هو اجتمع مع الجهاز الفني حوالي 20 دقيقه في ارض الملعب، يمكن نزل الساعه 4 الا ثلث، قعد مع الجهاز الفني لحد الساعه 4 بالنسبه للاعبين، قعد معهم حوالي 5 دقائق زي ما قلت لحضرتك، عمل جلسات خاصة مع محمد هاني، مع وليد سليمان، مع رمضان صبحي، كابتن سيد حفيظ قعد معاه، عمل معاه جلسة، كابتن محمد يوسف، كلها على حدة وكلها كل فترة، كابتن طارق سليمان وقف مع شريف إكرامي مثلا في نهاية المرن حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة، فترة كبيرة جدا، كلها جلسات. الناس اللي شاركت امبارح في مباراه الداخليه تدريب لوحديهم مع مدرب الاحمال، شكل التمرين مختلف شويه، او ممكن يكون نتيجه واحده بس هي مدارس مختلفه من كل البرازيلي غير البرتغالي غير يعني هي مدارس يعني فكلها مدارس مختلفه. المدرب الاحمال النهارده تمرينته شكلها مختلف شويه في الاحماءات، في الاسترتشات، شكلها مختلف شويه، ولكن طبعا المجمل واحد في كره القدم في العالم كله نتيجه واحده، ولكن شكل التمرين مختلف شويه مع مدرب الاحمال. يمكن اللعيبه اللي شاركت يمكن النهارده عملت الاطالات مع الراجل، وبعد كده دخلوا الجيم، وبعد كده خرجوا عملوا اطالات تاني، وبعد كده راحوا الاستشفى. يمكن يعني حاجه انا ما شفتهاش يعني. والراجل ليه اسلوب شكله جديد، اسلوب يعني يا رب باذن الله الاسلوب ده يناسب لعيب النادي الاهلي الفتره الجايه، لان فعلا النهارده لو اتفرج على التمرين لا 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 القصه مختلفه خالص، الكل عاوز، الكل بيكسر الدنيا. اللعيب الانجولي النهارده بيتالق وبيحرز هدف عالمي النهارده. جيراردو بيبين ان هو جيراردو بيبين ان هو لعيب كوره عنده امكانيات عاليه جدا، لعيب كوره قادر يصنع الفرق في اي وقت. تمام. لكن هرجع اركز على حته اللاعبين اللي لعبوا مباراه امس، وبتتكلم على الاستشفاء وطريقه الاستشفاء مع مدرب الاحمال. حضرتك بتقول لي ان هو عمل اطالات في الملعب، دخل الجيم، بعد كده طلع من الجيم عمل اطالات. الاول اطالات في الملعب وتمرينات واسترتشات، وبعد كده هو اتخذهم ودخل بيهم الجيم، وبعد كده طلع بيهم تاني عمل استرتشات تاني، وبعد كده دخل بيهم الاستشفاء. انا بشوف الفتره اللي فاتت كنت بشوف الفتره اللي فاتت ان هو بيحصل الجري حوالين الملعب وبعد كده اطالات وخلاص وبيخرج. لا النهارده لا القصه مختلفه شويه. لو تشوف حتى يعني لو الكاميرا جابت لك، انا ما اعرفش طبعا انت بتتصور، هتلاقي حتى لو يعني في جانب الشاشه كده اهوت هتلاقي حاجات كده الاورنج ديت من قبل التمرين. هم عملوا المجموعه لعبت المباراه عملت التمرين الاسترتشات في المكان دوت يعني الشكل مختلف. عمل فك العضلات وبعد كده اول عضلات في الجيم وطلع عمل استرتشات تاني، ودي صحية جدا، وكان بيعملها مستر مانويل جوزيه ايام الاهلي، وكان بيعملها كمان المدرب الكبير برضو كابرال برضو كان بيتبع نفس الاسلوب. لكن لكن كده بيقول ان هو في عنده شكل جديد، عنده فكر كتير جديد. اعتقد ان هو من بدايه تمرينات شريف النهارده زي ما انت بتقول بينه للعيبه، عايز يعمل تقسيمات في مساحات ضيقه، عايز يعمل وان تاتش او مفيش ميس باص، عايز يلعب لقدام مفيش رجوع لورا، مع ان ساعات اللاعب لازم يرجع لورا، لكن ماشي ماشي. بيبقى ساعات بس احنا يعني اللاعب المصري عموما في الفترات الاخيره بيستسهل اللعب لورا اكثر بيلعب لقدام. انت بتكلمني احنا بنعرض دلوقتي الاسترتشات، مش عارف مزبوط. دي كانت قبل الجيم او بعد الجيم؟ تمام. لا قبل الجيم، دي كانت لسه في الاول خالص بدايه التمرين الاول. جايب لهم حاجه زي العصيان كده بيعمل استرتش للعضله الاماميه والعضله. مظبوط. تمام مظبوط. انا بقول لك النهارده الشكل مختلف. يعني الشكل مختلف. التحضير بدري قوي، يعني انا شايف الحاجات دي في الملعب مثلا محطوطه في الملعب من بدري، من قبل التمرين حوالي بساعه الا ربع. الشكل مختلف، يعني القصه مختلفه. الملعب ما ترشش، يعني ملعب ما ترشش زي كل يعني كل يوم ملعب بترش قبل بدايه التمرين. ملعب ما ترشش النهارده. الراجل شكله فكره مختلف شويه عن اللي قبل منه. تمام. الشكل اللي عنده كده. هل في تعليق على اصابه احمد فتحي امبارح في النادي يا شريف؟ ايه اللي حصل؟ يعني اديني فكره. بص يا كابتن ميدو، انا شايف السوشيال ميديا كله مقلوب على الدكتور خالد محمود.
والراجل يعني بيتحمل هجوم يعني ربنا يكون في عونه. انا ماليش كلام معاه العلاقه دي يعني، الراجل بيأدي شغله وانا بأدي شغلي، احنا لنا المصلحه العامه في الاول وفي الاخر. طبعا طبعا والاهلي فوق الجميع زي ما بيقول يعني، والناس كلها بتقول. النهارده سالته على حاله المصابين، قال لي رامي ربيع ومحمد نجيب يعني بتتكلم في اسبوع، طب صلاح محسن وسعد سمير من اسبوعين يمكن اقل باذن الله كمان بدأوا تمارين الكوره. قلت له طب احمد فتحي بقى وضعه ايه؟ قال لي يعني من 6 أسابيع يعني ممكن 7 كمان. قلت له نفس الاصابه؟ قال لي نفس الاصابه في نفس العضله الاماميه، في تمزق في العضله الاماميه. تمزق مش شد. تمزق ومش مش شد عشان نوضح للناس. تمزق. تمزق يحتاج من 6 لـ 8 أسابيع. تمام. من 6 لـ 7، قال لي من 6 لـ 7. طب ازاي يا دكتور؟ ده الراجل رجع وقال لي بص احمد فتحي قلب الاسد زي ما بيقولوا، احمد فتحي قوي يخش يعني بعنف وبيلعب بقلب قوي فهو بيعمل حركات العضله ممكن تستحملها او ما تستحملهاش. هو كجهاز طبي اي لعيب لا بقى خلينا نتوقف شريف بس عند كل كلمه، لان احنا لازم نفهم الساده المشاهدين يعني ايه العضله تستحملها وما تستحملهاش. دي مش في الكوره، دي مش وارده في الكوره، ان انا كدكتور انا بسلم اللعيب للمؤهل البدني. المؤهل البدني ده بيبقى عباره عن حاجتين، مؤهل في الجيم بيكمل شغل الدكتور، تمام، بيبقى مؤهل اللي هو التاهيل في الجيم، بعد كده بسلمه للتاهيل في الملعب. فانا كده دور الدكتور بينتهي عند او بينتهي عند تسليم اللاعب للملعب، خلاص انا كده العضله سليمه، المفروض ان انا اديها بقى احمال علشان تستحمل ضغط التمرينات وضغط الماتشات. مظبوط. بس لكن مفيش حاجه اسمها العضله تستحمل او ما تستحملش. انا كدكتور كده انا اخليت مسؤوليتي ان انا سلمت اللعيب في الملعب. مظبوط. اتفضل. مظبوط. كابتن ميدو دلوقتي انا لعيب اتصبت، الراجل بيشخص الحاله. بالظبط. بيعمل اشاعات، بيلاقي التشخيص نفس نتيجه التشخيص بتاعه ونفس نتيجه الاشاعه. بالظبط. مثلا تمزق في العضله او في شد في العضله. او الاشعه بتاكد كلامه او ما بتاكدوش. بتاكد طبعا، وكل التشخيصات بتاعته الفتره الاخيره الاشاعه بتاكد كلامه. ادي نمره واحد. نمره اثنين ببدا العلاج. طب العلاج محتاج من 2 لـ 3 أسابيع او من 6 لـ 7 ايا كان. بيشتغل وبيعالج، بعد ما بيخلص علاجه بيعمل اشاعه بيشوف حاله العضله وصلت ايه. بعد ظهور الاشعه الجديده بيقول ان لا خلاص مفيش، العضله بقت سليمه. ودي اسهل حاجه، اسهل حاجه اصلا، دي اسهل حاجه. خلي بالك يعني ده الجزء السهل في الاصابه، ان انا بشخص وبعرف المده وبناء عليه بعالجها حسب الاجهزه اللي عندي. كويس قوي. في اجهزه متطوره جدا وفي اجهزه خلاص. النادي الاهلي اعتقد ان هو في طريق ان هو يجيب احدث اجهزه طبيه في العالم كله عشان حكايه بالظبط، وبناء عليه بخلص انا تشخيصي وعلاجي. اتفضل. مظبوط. انا خلاص خلصت علاجي، بيخش مرحله ثانيه بقى، مرحله ثانيه ومرحله ثالثه مش بتاعت الدكتور خلاص. الدكتور شخص وعالج والاشعه قالت خلاص العضله خفت او العضله اكتمل شفائها. مش قصه الدكتور بعد كده بقى، في مراحل ثانيه بقى زي حضرتك تفضلت وقلت المراحل الاصعب. المراحل الاصعب. طبعا. وهو يعني الراجل يعني شايل كل حاجه زي ما بيقولوا يعني، كل حاجه بتاعته، كل حاجه بتاعته، جهازه الطبي وجهازه الطبي. فيعني رفقا بالراجل احنا والله العظيم يا كابتن يعني انا ما يعني ما ولا صديق شخصي ولا يعني لا خالص خالص، احنا بنتكلم والناس عارفه بنتكلم ازاي. طبعا طبعا طبعا. يعني هو احمد فتحي طبعا للاسف من 6 لـ 7 أسابيع. ربنا باذن الله يعني يوفقه الفتره الجايه وباذن الله يقدر يرجع بسرعه، لان النادي الاهلي طبعا في احتياج لحمد فتحي، المركز بتاعه فيه لعيبه على قد المسؤوليه، محمد هاني، كريم نيدفيد، باسم، يعني لا باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي. اكيد. رمضان صبحي ومحمد محمود شاركوا النهارده في المران، كان شكلهم ايه في المران؟ متاقلمين اكيد، داخلين متعطشين للعب في النادي الاهلي مره ثانيه. ومحمد محمود طبعا اكيد يعني داخل التمرين. محمد محمود شكله لعيب كبير، شكله صفقه معيار الثقيل، ما شاء الله نمسك الخشب. ما شاء الله ما شاء الله. رمضان صبحي يعني حدث ولا حرج، النهارده التمرين كان زحمه جدا في النادي، والكل كان بيتهافت عشان يلتقط معاه صور السيلفي على الموبايل، معجبين كتير. فرمضان صبحي النهارده بيظهر قدرات خاصه في التمرين، لاعب كبير، لاعب هيفيد النادي الاهلي الفتره المقبله، يستاهل كل حاجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. ارقام اللي بتدفع فيه في اللعيبه دلوقتي خلاص بقت ارقام عاديه خالص. بالظبط. بالنسبه للدوري الانجليزي ده ما يعتبرش رقم يعني بصراحه. طبعا. والنهارده باين الثقل الفني لرمضان صبحي في التمرين، باين ان الاهلي فعلا قدر يجيب صفقه هتعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره المقبله. محمود وحيد النهارده بيتالق جدا مع جميع اللاعبين كمان اللي موجودين، يعني الواحد يقول يعني اللعيبه فعلا الموجوده كلها القدام كلهم او الموجودين مستمرين من فتره، النهارده كله كان بيتسابق عشان خاطر الراجل يبقى يلفت نظر للراجل ليه النهارده. أكيد. كل اللاعبين، اللاعب الانجولي جيراردو يعني لا النهارده متالق جدا ولمسته كويسه في الكوره، بيعرف يجيب جول من اسهل الطرق. لا الدنيا الفتره المقبله
فيها اختلاف كبير الفتره المقبله. انا حاسس او شامم ريحه مانويل جوزيه جديد باذن الله على سيره المدير الفني للنادي الاهلي. يا رب يا رب. رمضان واقف على الكوره النهارده في التمرين يا شريف؟ لا ما وقفش. طب عايزين احنا عايزين نمرنه بقى ونفكره. نفكر ان معاهم مدير كره قوي كمان اهو مش هي بس باذن الله يفرحنا باذن الله يا رب يا رب يا رب باذن الله يا رب يا رب. زميل العزيز شريف شعبان شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه ودايما مميز. اتكلمنا في نقطه الدكتور يا جماعه النقطه دي مهمه جدا وانا اتكلمت فيها امبارح وتعمدت ان انا اتكلم فيها امبارح علشان ما نظلمش الراجل. الراجل او اي دكتور في اي نادي الراجل بيشوف الاصابه الموضوع سهل جدا جدا ما فيهوش اي فتي. الراجل بيشوف الاصابه بيقول الاصابه دي تمزق في العضله او شد او 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 بعد كده بيشوف التشخيص بتاعه ده بيبنيه على الاشعه او الاشعه بتقول هل التشخيص ده صح ولا مش صح. ما فيهاش حاجه اللي هو التشخيص حتى لو مش صح الاشعه بتقول في تمزق العمق بتاعه كذا درجته كذا من الدرجه الاولى الثانيه الثالثه ايا كانت درجه ايه بيحتاج وقت معين. الوقت ده معروف جدا في كل ما مش يعني مش فتي. الاجهزه بتساعد على الاستشفاء بسرعه او الرجوع بسرعه من الاصابه ممكن تاخد اسبوعين. الاجهزه ممكن تخليها تاخد اسبوع لو الاصابه مثلا شهر الاجهزه ممكن تخليها تاخد 3 اسابيع. انا لازم اقول لحضراتكم في طريقه ان هو يجيب احدث الاجهزه في العالم عشان موضوع الاصابات واللعيبه الكبيره اللي بتتصاب الكبيره مقاما او الكبيره في الفريق. دكتور بيقول مثلا احمد فتحي يحتاج 6 اسابيع. خلاص 6 اسابيع دولت بيجهز فيهم العلاج وجلسات وتدليكات واي اي 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 كلام بيتعمل فيه الغرف الطبيه وبعد كده بيسلمه للجيم. الجيم الكابتن في الجيم بيبدا ياهل احمد فتحي على العضله في الجيم ان هو يشيل احمال درجات معينه لغايه لما يقوي العضله كده العضله خدت شكلها او الشكل قريب قوي منها. بعد كده بيدخل الملعب بيتاهل بقى تقيل في الملعب ودي اصعب حاجه او دي اللي بتخلي العضله فعلا ترجع فورمه كبيره جدا ان انت بتبدا تجريه تفتح سبرنتات تجريه على احمال مختلفه تجريه باساتك تجريه بحمل لحد يعني حاجات كتير جدا لغايه لما يقول خلاص الراجل المختص ان احمد فتحي العضله بتاعته او ايا كان لعيب مكتمل شفاء 100% مفيش اي مجازفه فيها. فكده الدكتور دوره بيخلص لغايه لما بينزل لعيب في الملعب. بس دكتور خالد محمود مش قريبنا ولا اي حد قريبنا. احنا اهم حاجه المصلحه العامه وزي ما قال شريف شعبان الاهلي فوق الجميع. لكن احنا لازم نبين للناس دور الدكتور المختص ايه. دكتور خالد محمود دكتور من امهر الدكاتره الموجوده دكتور شخصيه جميله جدا انسان محترم جدا بيعمل كل ما تتخيلوه علشان يعالج اللعيبه بسرعه جدا. لكن هي الفتره الصعبه في العلاج فتره التاهيل في الملعب هي دي اصعب حاجه. احمد فتحي كمان احنا زعلنا عليه قوي لان احمد فتحي لو كان حتى في مكانه 50 واحد احمد فتحي يكفيك ان هو في الملعب اسمه احمد فتحي يكفيك ان هو قاعد بره يصدر رعب لاي فريق. نفس الكلام علي معلول نفس الكلام جونيور اجيري كل اللعيبه الكبيره بصراحه في النادي الاهلي واحمد فتحي تحديدا يعني لعيب باربع مراكز او بخمس مراكز ممكن يلعب كل المراكز بصراحه. ان شاء الله يرجع احسن من الاول بكتير. لكن حبيت اوضح بس نقطه الدكتور خالد محمود وتمنياتنا للجميع بالشفاء العاجل. خلاص اتكلمت انا مع شريف في كل الاخبار اللي كنت هقولها لكم. رمضان صبحي خلاص اتكلمنا عليه ومحمد محمود ان شاء الله زي ما بيقولوا محمد محمود من يوم ما استضفناه هنا وكان باين عليه ان هو حاجه شخصيه كمان. النادي الاهلي عايز لعيبه شخصيه وهي دي اللعيبه اللي بيجيبها دي اللعيبه اللي بيجيبها. دي لقطات بيجيبها احمد سمير عكاشه لاحمد فتحي النجم الكبير ان شاء الله يرجع بسرعه سمير باذن الله. خلاص ودكتور خالد محمود بيأكد خلاص على إصابة أحمد فتحي التمزق وليس شد في العضلة الأمامية ويغيب من 6 لـ8 أسابيع. خلينا نقول من 6 لـ8 أسابيع من 6 أسابيع بس يعني يكون شفاؤه مكتمل. صلاح محسن محمد نجيب رامي ربيعة وسعد سمير خلاص بيتأهلوا إن شاء الله يكونوا موجودين في التدريبات الجماعية. ظاهرة صحية جدا لما يكون عندك مدرب جديد كل اللعيبه بتحاول تبين له ان هي تستحق الانضمام للتشكيله الاساسيه في ال11 لعيب ايا كان بقى مين اللي هيدخل. ان شاء الله يكون في فكر جديد وفي شكل جديد زي ما بيقول شريف شعبان مانويل جوزيه جديد يا رب يا رب. نطلع فاصل عشان بقى نتكلم عن تفاصيل هذا اللقاء سموحه والمصري والاهلي والداخليه اللي اتلعب امبارح واكيد هنتكلم عن الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه المقبل. كابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن احمد بلال هيكونوا معانا ويشرفوني بعد هذا الفاصل. اهلا
بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن الكبير الكابتن احمد بلال. كابتن ابراهيم منور الدنيا يا كابتن. منور بيك وبالكابتن الكبير الكابتن احمد الهادي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن احمد، منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا امير، ربنا يكرمك النهارده ان شاء الله. سعيد طبعا ان انا موجود معاك كابتن ابراهيم، طبعا الكابتن الكبير بتاعنا يعني. ربنا يخليك كابتن. تعالوا بسرعه نشوف جرافيك هذه الحلقه وكمان جرافيك الدوري واحصائياته محضرنا فريق الاعداد عشان نتكلم عليه بالتفصيل مع حضراتكم. اتفضل يا سمير، نشوف نتائج الجوله ال 18 هتبقى قدام حضراتكم. السموحه ومصر مكسره كباتن 1-1، وبيراميدز وانبي 1-1، الاسماعيلي والاهلي مباراه مؤجله، حرس الحدود والانتاج الحربي 2-1، وطلائع الجيش والنجوم 2-1. الزمالك وبتروجيت انتهى 2-0 للزمالك، والداخليه والاهلي ماتش امبارح هنتكلم عليه اكيد النهارده 2-2. انبي والاهلي مباراه مؤجله، وسموحه والمصري البورسعيد انتهت بالتعادل السلبي 0-0. هدافين الدوري حسام باولو نجم الداخليه اللي كان عليه كتير قوي قبل الماتش 9 اهداف، هدف امبارح خلاه على قمه الهدافين. محمود كهربا الزمالك 8 اهداف، احمد علي المقاولين العرب 8 اهداف، محمود علاء الزمالك 8 اهداف، جون انتوي مصر المقاصه 7 اهداف، اول مره السنه دي دخلوا القائمه من نجوم النادي الاهلي. شمال سبيتلي بتروجيت 7 اهداف، يوسف اوباما الزمالك 7 اهداف، ابراهيم نضاي وادي دجله 7 اهداف، محمد رجب الانتاج الحربي 6 اهداف، وماركوس دي سيلفا كين بيراميدز 6 اهداف. الاتحاد السكندري دي مباراه الجوله ال 19 ان شاء الله يوم السبت الساعه 6، الاتحاد السكندري في الزمالك، انبي وطلائع الجيش يوم الاربعاء 9 يناير الساعه 5، الداخليه وحرس الحدود يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 2:30، والاهلي والمصري البورسعيدي ان شاء الله ده اتاجل خلاص، الثلاث ده اتاجل خالص. مصر المقاصة والمقاولين يوم الثلاث الساعة 2:30، الانتاج الحربي وبيراميدز يوم الثلاث أيضا الساعة 5، والنجوم وسموحة الساعة 6 يوم الثلاث، وبتروجيت والإسماعيلي يوم الخميس إن شاء الله الساعة 2. جدول ترتيب الدوري العام، لسه مباريات مؤجله كتير، الزمالك في المركز الاول 38 نقطه، وبيراميدز في المركز الثاني 30 نقطه، والمقاصه في المركز الثالث 27 نقطه، والمقاولون العرب في المركز الرابع 26 نقطه، والاهلي في المركز او الانتاج الحربي في المركز الخامس، والاهلي في المركز السادس 24 نقطه. لسه مباريات مؤجله كتير، وطلائع الجيش في المركز السابع، وسموحه في المركز الثامن، حرس الحدود في المركز التاسع، والاتحاد السكندري او دجله في المركز العاشر، اتحاد السكندري في المركز الحادي عشر، والداخليه في المركز ال 12، المصري في المركز 13، والنجوم في المركز ال 14، انبي بصوا بقى الترتيب الاخير ده عشان حاجه يعني لازم نتكلم فيها، انبي المركز ال 15، والجونه ال 16، بتروجيت ال 17، والنادي الاسماعيلي في المركز ال 18. دي كانت احصائيات اللي محضرها لنا فريق الاعداد. الجدول شكله غريب جدا كابتن ابراهيم، مباراه النهارده كده نتكلم عليها مباراه سموحه والمصري وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. ايهاب جلال، اول تجربه رسميه ليه مع النادي المصري النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتكلمنا عن النادي المصري الحقيقه عنده مشاكل اداريه كتير جدا كتير جدا. سياده اللواء عادل غضبان اجتمع بمجلس المصري اللي قدم استقالته، وهو رفض الاستقاله وقال حصل في الجمعيه العموميه ده يعني كابوس وحاجه تهدم النادي المصري، وبالتالي رفض الاستقاله. في انقسام في الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه عايزه تبقى في نائب للرئيس هم حابينه، والمجلس الاداره مش عايزينه وعايزين واحد تاني، فعندهم مشاكل اداريه كتير جدا 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 مأثره على اللعيبه على الفريق ككل. من الناحيه الفنيه عندهم مشاكل اخرى، عندهم اولا نمره واحد تغيير الجهاز الفني بعد 3 سنين، بعد 3 سنين حسام حسن ماسك، وبعدين بعد كده جه ميمي عبد الرازق، وبعد كده جه حفظ الالقاب معلش يعني مصطفى الكابتن مصطفى يونس، وبعدين بعد كده جه ايهاب جلال دلوقتي. تغير الاجهزه الفنيه دي اثرت فنيا جدا على فريق النادي المصري.
كل شيخ وليه طريقه. حسام حسن كان ليه طريقه، وميم عبد الرازق كان ليه طريقه، ومصطفى يونس كان ليه طريقه، واكيد هيبقى ايهاب ليه طريقه. فتغير الطرق وتغير نوعيه التمارين مأثره على اللعيبه فنيا، وبالتالي المستوى الفني متاثر. بس كابتن عبد الرازق وكابتن مصطفى يونس ما لحقوش، ما لحقوش خالص طبعا، صفه مؤقته يعني الناحيه الاداريه والناحيه الفنيه مأثره على اللعيبه، وبالتالي في اهتزاز كبير في المستوى الفني في النادي المصري. تمام تمام. كابتن بلال شوف يعني قبل ما نتكلم فنيا عن المباراه، يعني خليني برضو يعني اضيف لكابتن لكلام كابتن ابراهيم في القصه دي. يمكن المصري من هو مع كابتن حسام حسن يعني الحقيقه يعني. بلك الامور في الاخر الامور ما كانتش بقت مستقره بالظبط. يعني خلاص انت خسرت في افريقيا، اتغلبت في افريقيا، خرجت. كابتن يمكن كابتن حسام حسن في الاول الاخيره حس ان الفريق مفيش تطوير، مفيش تجديد. انت برضو خد بالك يعني صعب تستمر بنفس السنين كابتن ثلاث سنين. صعب عليك جدا، لازم يبقى في تجديد طبيعي. اي فريق في الدنيا كلها يبقى لازم احلال وتجديد، حتى لو في ثلاث اربع عناصر. يعني مش هنتكلم في كل الفرقه طبعا، لكن احنا بنتكلم في ثلاث اربع عناصر. تجدد دايما الدماء، تدي فرصه لناس ثانيه تدخل، تعلي كمان الحافز عند اللعيبه اللي موجوده. النهارده في لعيب موجود، يبقى انا خلاص انا موجود مهما حصل، انا موجود مع كابتن حسام حسن. الليفل يعلى شويه، المستوى يعلى شويه، ينزل شويه، مفيش مشكله، احنا موجودين خلاص. الامور دي بتبقى صعبه جدا على الفرق والانديه. في من وقت للحين لازم تدخل بعض العناصر تمام، عشان الرغبه تبقى متجدده حتى للعيبه اللي بتلعب في ارضيه الملعب، عشان كمان تدي له فرصه للابتكار، تدي له يعني تخلي عنده حده ان انا دايما اكون ببتكر، دايما اكون متواجد، دايما يبقى عندي دوافع بالظبط كده. انما كون ان انت تستمر وتستقر على تيم واحد ثلاث سنين، اعتقد دي بتبقى صعبه جدا، صعبه على اي مدير فني. خد بالك حسام حسن طلباته ما بيطلبش نجوم، يعني حسام حسن هو بيعمل لعيبه، بتصنع اللعيب. بس خد بالك يعني انا معاك في الحته دي، ولكن الفرقه اللي بتلعب على بطولات يا ميدو مطالب بيك انك لازم يكون عندك سوبر ستار، ده وضع طبيعي. وده اللي عمل حسام في الاخر، ان هو كان عايز خلاص، عايز هو خلاص ابتدى يبص على بطوله، عايز بينافس على الكونفدراليه، عايز يخش في حته ثانيه في الدوري العام، ثاني دوري عام مثلا، بالظبط، خد ثالث، خد رابع. فبالتالي الطموح عنده يعلى، فبالتالي الكاتيجوري بتاع اللعيبه لازم يختلف شويه بالظبط. لازم يبقى عندك لعيبه اعلى شويه، لعيبه اكثر نجوميه شويه، لعيبه اكثر خبره شويه. لازم بتبحث عن اللعيب اللي يجيب لك بطوله، ما بقتش بتدور على اللعيب اللي يعمل لك شكل ويعمل لك بس اداء في بعض الاوقات. لازم يا كابتن خلاص، هو عايز ينافس الاهلي والزمالك. يعني انت اخر سنتين كابتن حسام حسن ما بيكسبش النادي الاهلي خلاص. يعني اخر اعتقد كانت اخر نتيجه من حوالي ثلاث سنين لما كسب النادي الاهلي بنتيجه اربعه، بعد كده النادي الاهلي بيكسب على طول، حتى كمان الزمالك بقى يكسب. فبالتالي انت بقيت مطالب ان انت تغير من شكل الفريق، لان طموحاتك انت كمدير فني اختلفت شويه. كان عنده مشاكل مع المصري، حته انه عايز لعيبه ومش عايز بعض اللعيبه تمشي. لكن المصري خلاص برضو الامكانيات الماديه ممكن كانت تكون محدوده شويه، فما قدرش يلبي طلبات حسام حسن، وبالتالي حصل حسام حسن مدرب بطموحاته ملهاش حدود، مدرب كبير طبعا وامكانياته كبيره، وخد خبرات كبيره عاليه جدا جدا في الدوري المصري، وصل بنادي المصري لمكانه المصري الطبيعيه. يمكن المصري برضو زمان يا كابتن برضو يعني دي مكانه اعتقد طبيعيه. المصري زمان برضو كان بيلعب على ثالث، بيلعب على رابع، يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري هم دول، والاتحاد السكندرياتي يعني بقيه الانديه الجماهيريه، دول اللي كانوا دايما موجودين في القمه يعني. فهو رجع المصري لوضعه الطبيعي في مصر مع كابتن حسام حسن يعني. لكن طموحه اختلف، فبالتالي هو خلاص حصل انفصال ما بينهم، وده اثر بشكل كبير جدا 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 كمان على على اداء اللعيبه. النهارده كان في سيستم بيتحط، شخصيه مدير فني بقى لها ثلاث سنين انت متعايش معاها، فجاه المدير الفني مش موجود، الشخصيه بتاعته مش موجوده، شخصيه ثانيه مختلفه، ممكن يكون امكانيات فنيه عاليه كابتن مصطفى يونس، ولكن خلاص انت اختلاف الوضع. يعني انت بثلاث سنين بتتعامل مع شخصيه بسيستم محدد، بطريقه لعب محدده، بتدريبات محدده، بنظام محدد، فجاه السيستم ده اتشال، وبقت اللعيبه بعض اللعيبه اللي كان عليها قيود اتشال من عليها، فبالتالي اصبح عنده حريه. بعض اللعيبه كمان ما تنفعش تلعب غير وهي عليها قيود، فبالتالي القيود اتشالت، فممكن يكون الاداء نزل شويه، حتى السبيريت كمان او الروح اللي كانت عند اللعيبه ما كانتش موجوده. فعشان كده احنا شايفين المصري في المستوى اللي احنا شايفينه بالظبط بالظبط. كابتن ابراهيم، كابتن طارق يحيى بيعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره. النهارده مضيعين كميه فرص وعندهم استحواذ انا كنت هتكلم عليها بس احنا قلنا المصري الاول، نقول مشاكل المصري والوضع اللي هو فيه دلوقتي الحقيقه لا يتناسب مع النادي المصري وامكانياته. يعني نادي سموحه بقاله دلوقتي يمكن في الست
في الست ماتشات الاخرانيين او السبع ماتشات ما حصلش الا 6 بونت. برغم الاداء العالي للعيبه الولاد بيعملوا مجهود رائع، بيتبادلوا المراكز بطريقه جيده، في جمل تكتيكيه بتتعمل، انما في كميه تضييع اهداف في كل مباراه غير طبيعي. وبالذات النهارده يعني في كميه تضييع اهداف النهارده في الماتش غير طبيعي، اهداف مؤكده يعني. انا بقيت خايف على كابتن طارق يحيى، يعني اهداف مؤكده لو 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 عدتها لك، لو عدتها لك، انا اتفرجت على الماتش يعني انقاذ من احمد مسعود، تصويبه مباشره كان هايل. احمد مسعود مش ممكن، راجل المباراه، راجل المباراه، تصويبه من مباشره من اميد مكي في الدقيقه 13، وتصويبه لا تصد بالزبط. لا تصد فرصه لسموحه على خط ال 18 من شريف رضا بيعدلها على رجله اليمين وهو اشول، يعني كان سهل جدا ان هو يشوطها. محمود معاذ فاول على خط ال 18، احمد مسعود بايده فيها وبتيجي في القائم، هو اللي جه في القائم كمان، بتيجي في القائم وبترجع. حسام حسن في الدقيقه 76، دي بقى الفرصه الغير طبيعيه اللي ما تضيعش من حسام حسن. يعني جايه كره متشاطه من واحد مجهول، كويس قوي، عمل كنترول كويس قوي، وقفها بطريقه اكثر من رائعه. هو فوجئ ان هو على بعد 7-8 يارضات من الجون، والجون واقف في وسط المرمى. لو هو استعمل الدقة، استعمل الدقة، ما استعملش القوة، كان ممكن يبقى يحرز الهدف. إنما مفيش أي مدافع معاه وبدون أي تدخلات معاه، الحقيقة تضييع غير طبيعي، كان لازم يطلعوا بالثلاثة بونت النهاردة. ده تشكيل سموحة كابتن قدام حضراتكم السادة المشاهدين، محمد أبو جبل وأمير عابد، محمود عزت، ياسر إبراهيم، محمود ومحمود باك ليفت، وأحمد حمص، وإسلام صالح، اتنين ديفندرات، محمود سيد وأمد أكري، وحسام حسن ومحمد حمدي زكي. ده كان تشكيلة فريق سموحه. اتفضل يا كابتن. لما تيجي تتفرج على 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 المصري، الفرص بتاعه المصري ما عندوش يمكن فرصه واحده. امير عابد في الشوط الاولاني في الدقيقه 6 تباطأ انه يطلع الكوره، واحنا دايما بنقول دايما للعيبه اللي احنا نمسكها الاوت احسن من كورنر، الكورنر احسن من جول. فهو تباطأ انه ما شافش المهاجم اللي وراه فقطعها منه. اسمه ايه ده، اسلام عيسى طمع وعملها في الجون. لو عملها بالعرض جون 100%، ولو راحت زي ما عايز كانت جون يا كابتن. اقول تشكيل المصري، احمد مسعود نجم النهارده، كان احمد مسعود، محمد جابر، وكوفي، واحمد جوده، وكريم العراقي، وفريد شوقي، وعمرو موسى، واحمد شكري، مصطفى مرسلو، اسلام عيسى، واحمد جمعه. ده كان تشكيله المصري النهارده. دي الفرصه الوحيده اللي تقدر تقول ان المصري ضيعها. انما المستوى بتاع المصري مش ده المستوى اللي احنا شفناه في الايام السابقه. اللعيبه طبعا الناحيه الاداريه والناحيه الفنيه وتغير الاجهزه الفنيه اللي احنا اتكلمنا عليها انا والكابتن احمد مأثرة جدا على المستوى الفني بتاع اللعيبه. السيطره كانت كامله لنادي سموحه، انما عدم التوفيق في احراز الاهداف وفي كل الماتشات اللي طارق يحيى الحقيقه كان هو المدير الفني بيعملوا كل حاجه اللعيبه، بيهاجموا بعدد كبير قوي وبيدافعوا بعدد كبير قوي، وحاجه ممتازه، بس هي حته تضييع الاهداف اللي مأثره عليهم جدا يعني. بالظبط. كابتن طارق يحيى السنه دي يا كابتن بلال مع بتروجيت مع سموحه ظاهره لازم تدرس بصراحه، يعني بستحوذ وبضيع كميه فرص مش طبيعيه وبخسر او بتعادل في الاخر. دي حقيقه فعلا، يمكن هو بيأدي كره جيده، مش لها سبب بصراحه، هو بيأدي كره بشكل جيد الحقيقه يعني، ولكن هو سموحه عنده مشكله في حته الفينش. النهارده زي ما قال كابتن ابراهيم، انت عندك 4-5 فرص محققين، يعني من ضمنهم الكره بتاعت حسام حسن اللي هي في السكس يارده دي اللي اتشاطت وقفها وحطها جنب العرض. النهارده برضو انا لازم اشتغل على الحته الهجوميه بشكل قوي جدا. بيستحوذ بشكل كويس قوي، عنده لعيبه في نص ملعب بتقدر، عنده سرعه في نقل الهجمه بشكل كويس قوي، لكن حته الفينش دي، حته ان انا بخلص على الجول مش موجوده. طب انا يعني سموحه مثلا بلال. خليني اقول لك، سموحه يعني لعب 17 مباراه وكسبان 4 مباريات السنه دي، 4 ومتعادل 11 مباراه. بالظبط. في مباراه تعادل فيها 0-0، وفي مباراه تعادل فيها بنتيجه 1-1 او بالظبط، او 2-2. عنده العناصر تقدر تسجل اهداف، عنده العناصر تقدر تسجل اهداف، ولكن خد بالك الاهلي برضو عنده العناصر تقدر تسجل اهداف، ومع ذلك برضو في كم كبير جدا من الفرص. ايه السبب بقى؟ انا كمدير فني، انا كمدير فني بوصل اللعيبه لغايه الجول. مزموح. بس انا مش يعني هقول لهم ازاي. خلينا نحط الاحصائيه بتاعت سموحه. سموحه 19 هدف من 16 مباراه، تمام، 19 هدف. وادي دجله 23، الاتحاد اسكندريه 20، 22 الداخليه، 22 انبي،
وانا بكلمك على الفرق اللي تحتيه بالظبط بالظبط. ده معناه ان انت يا كابتن اصلا انت ما بتسجلش عدد اهداف كبير جدا تقريبا يعني هدف او هدف يعني بوينت يعني حاجه صغيره يعني تقريبا هدف في كل مباراه يعني تقريبا على عدد المباريات اللي لعبها سموحه. فانت نسبه التسجيل الاهداف في فريق زي سموحه يمتلك عناصر ايجابيه قليله جدا دي من وجهه نظر الشخصيه مقارنه بقى بالفرق الكبيره الثانيه. سموحه كان دايما من الفرق اللي بتعرف تسجل اهداف، من الفرق اللي بتعرف تكسب، من الفرق كمان اللي بتعرف تلعب الفرق الكبيره. بالظبط. النهارده عندك مشكله في حته تسجيل الاهداف. النهارده لازم تشتغل على الحته دي بشكل كويس جدا. كابتن طارق يحيى من المدربين المتميزين جدا في ان هو يستحوذ على الجيم. بيلعب جيم استحواذ رائع جدا، بيعرف يلعب على اطراف الملعب، بيعرف يلعب في نص ملعب، بيعرف يستغل اللعيبه اللي موجوده عنده، بيعرف يوصل للجول بشكل كويس جدا، لكن ما بيقدرش يسجل اهداف. هي دي المشكله اللي موجوده النهارده عند لعيبه سموحه. مش هتكلم عن البادلك يعني هو كان عنده بادلك رهيب جدا مع بتروجيت ووارد جدا سموح. يبقى موجود عندك بادلك يعني عادي جدا مفيش مشكله. لكن النهارده لما يبقى في تكرار للحته دي انت ما بتسجلش اهداف يبقى لازم تشتغل على العيب ده. لازم تشتغل على العيب ده بشكل مكثف. ممكن يعمل ايه يا كابتن؟ لازم يبقى في جرعات تدريبيه مخصصه للعيبه اللي بتلعب في الحته اللي قدام. يعني انا مثلا يعني هقول لك يعني انا كان ليا تجربه مثلا في تركيا في فتره صغيره كنا كل تدريب يا كابتن بنشتغل كل تدريب لازم. مش مثلا مره في الاسبوع كل تدريب عندك نص ساعه لعيب الفراوده اللعيبه اللي بتلعب تحت الفراوده بالظبط تدريبات تخصصيه بتلعب على الجول لان كره القدم دي مواقف اللي هي الانديفيديوال تريننج بالظبط. كره القدم مواقف متكرره. يعني ايه متكرره؟ النهارده مفيش حاجه جديده بتحصل في الكوره كلها مواقف متكرره بتحصل مره بتنفرد بالجول مره بتشوط من بعيد مره بترقص وبتشوط مره بتلعب بضهرك يعني كلها حاجات متكرره. بس عايزين ناكد على حاجه كابتن بلال تتكلم في نقطه مهمه جدا. في فرق بين البادلك في فرق ان انا مش عارف اجيب جول. طب النهارده كره حسام حسن دي مش بدلك. لا مش بدلك مش بدلك ده سوء تصرف داخل الملعب وكمان مش حافظ منطقه ال 18 سوء تصرف. انا النهارده الكره جات لي رقم يا جماعه ما ينفعش هو الكره بتجي لي اوقف واعمل كده وانا في 6 يارد. اولا لازم اكون انا عارف انا فين يا كابتن. لا رقم انت كنت واحد. اكتر واحد بتعمل كده لازم ابص بس انت كنت بس حافظ ابعاد لازم اكون بالزبط. انا عارف انا واقف فين في قصدي. ايوه ما ده اللي بتكلم فيه هو مش حافظ ابعاد بالظبط. النهارده لازم اكون عارف واقف فين. انت كنت اكتر واحد بتبص في الارض بتجيب بس انا عارف بس كنت عارف انا واقف فين. ايوه لازم أنا لو انت مغمض والكره جايه لك في الحته دي تمام. وكمان انت من وقفتك جوه ال 18 بتبقى عارف الجول فين بالظبط من غير ما تبص بالزبط. يعني انت النهارده واقف في ال 6 يارد عارف ان الجول قريب من الناحيه دي فلو وقفتها حتى بظهر وانت حاطط وشك في الارض عارف بوطن رجلك في الجول هتيجي جول. فالنهارده بس دي تدريبات تدريبات بالظبط. ما عشان كده بقول لك سوء تصرف من حسام حسن النهارده لو في وهو كمان ومحتاج هدوء داخل ال 18 في بعض اللعيبه بينفرد يا كابتن لكن يوصل للجول تحس انه حصل له مشكله. فاهم قصدي؟ لازم يعني مشكله كبيره جدا لازم تبقى في حته ال 18 دي المنطقه الوحيده اللي لازم تبقى فيها عندك هدوء غير طبيعي. لا ده برود مش هدوء. نسبه انا بقول هدوء يعني نسبه التركيز لازم تبقى عاليه واغلب لاعبتنا في الحته دي بالذات بيستعملوا القوه الاول قبل الدقه بالظبط. انما هي لو باصص هيستعمل الدقه الاول وبعدين يتبعها بالقوه. ما هي نسبه التركيز لازم تبقى عاليه وبعدين يعمل ازاي الدقه الاول في المكان اللي هو الكابتن احمد بيقول عليها لازم ابص لازم ابص الاول المكان اللي انا هحطه فين الجون واقف فين الخصم فين وبالتالي التمرين بيخليك حافظ يا كابتن ابراهيم. هو برضه الكابتن احمد ركز على النقطه كنت انا هقولها سبقني. التمرينات التخصصيه لازم تبقى زياده قوي بالظبط للفراوده لوحدهم وللدفنس لوحده والوسط الملعب لوحده. لما تعوز تعمل جوانب بتمرنهم لوحدهم ازاي بيطلعوا مين يعمل الاوفر لاب ومين اللي يدافع ومن الناحيه الشمال نفس الكلام. يعني التمرينات التخصصيه مهمه جدا 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 في وبالذات الفرق اللي بتضيع جوان كتير زي سموحه دي بيضيعوا جوان مش ممكن غير طبيعيه في كل ماتش. انا هقول لك يا ميدو الفرص اللي جت النهارده لفرقه سموح عشان نتكلم عن حته ازاي انا بشتغل ازاي انا كمدير فني لازم اخلي اللعيبه عندي تشتغل بشكل كويس قوي. طب انا لو عملت كده كمدير فني وبرده مفيش استجابه لا خلاص ده اسمه بدلك بقى خلاص. لا مفيش استجابه من اللعيبه نفسها يعني ولا مفيش استجابه من مين؟ بدلك لا البدلك. يعني بدلك دي بقى شوطه بتيجي في العرض زي الاهلي امبارح النهارده احمد مسعود الاهلي امبارح لو كانت شوطه 50 جون كان متهيألي كان هيصدها. بص يا راجل مباراه طبعا النهارده مثلا البدلك ده ايه؟ انا بشوط الكوره زي مثلا امبارح ناصر ما بتيجي في العرض بتطلع بره بلعبها بدماغي زي وليد ازارو ده بدلك خلاص مش هقدر اشتغل عليه يعني خلاص انا اشتغلت بس خلاص انت النهارده بدلك مش موفق بالزبط. لكن دي مش كل مباراه بتحصل كده تمام. في حاجه النهارده مثلا أحمد أكري في واحده في الشوط الاول خدها شمال وقام شايط ليه ما تتشطش دي تتركن في الزاويه البعيده طبيعي الاسهل والاحسن والافضل بالنسبه لها كابتن ان هي بدل ما تشوط والجو وتيجي في الزاويه الضيقه بتاعه الجول الزاويه الثانيه مفتوحه يعني الزاويه الثانيه شارع قدامك. عشان كده انا اتكلم في حاجه مهمه جدا واتكلمنا فيها انا وانت قبل كده لازم مدرب متخصص للجزء الامامي يا جماعه طبيعي جدا. انا هقول لك امبارح
الكره بتاعت مروان محسن امبارح، تمام؟ الكره اللي اتلعبت انفراد مروان محسن حطها جت في الزاويه. يعني لو في، يعني انا بشتغل لمروان محسن لو بيتمرن على الحته دي بشكل مستمر مش هيعملها بالشكل ده، مش هيحطها كده، فاهم قصدي؟ اولا بتشتغل التدريبات التخصصيه، لازم تشتغل تحت ضغط يا كابتن، ما فيش حاجه اسمها في الكوره دلوقتي. لا الـ 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 البدايات لازم. البدايات مش تحت ضغط، عشان الاول يحفظ وبعدين بعد كده تديله الضغط. انا بتكلم معاك، انا معاك في الحته دي، بس يعني المجمل اللي يعني مجمل او معظم الناس اللي بتشتغل دلوقتي بتشتغل كده، يعني حتى التاكتكس بيشتغلوه من غير مدافعين، والكلام ده اعتقد انه انتهى في الكوره. لا لا لازم لا يمكن ظروف المباراه في الماتش زي ما بتشتغل، لازم ظروف المباراه. فانا عشان كده بقول لك ايه النهارده، حتى كمان كره شريف رضا بتتكلم في حاجات، بتفتح حاجات في التدريب جميله، بس الاول الاصح انت بتعمل تاكتكس من غير مدافعين، بعد كده تبدا تدخل مدافعين بالعدد اللي انت عايز تلعب عليه. طبيعي جدا، انت بتسهل تبتدي سهل انه من غير مدافعين او سلبي، بتحفظ يعني وبعدين سلبيين شويه وبعدين بعد كده بيبقوا ايجابيين. يعني ممكن تبقى 4 على 2 4 3 4 على 4 4 على 5 4 على 6 ده طبيعي زي ما بيبص. انت بتسهل للمهاجمين الاول عشان تفتح نفسهم، بتحفظ يا كابتن قصدك، عشان تبقى عارف احنا بنقول ايه بالظبط كده، بتحفظهم التحركات وبعدين بعد كده بتصعبها واحده واحده طبعا لغايه لما توصل لظروف المباراه 100%. بص يا كابتن ابراهيم، احنا كنا انا كنت بشتغل في، عايز حاجه؟ لا لا اتفضل. طيب كنت بنشتغل في تركيا يا كابتن بالثواني باللحظات، انفراد عندك مثلا ثانيتين تكون بتجيب جول، ثلاث ثواني بتجيب جول، هو ده الشغل. يعني ما بتشتغلش بقى يقول لك ايه خد الكره من نص ملعب ورقص الجون على مهلك وحطها جون براحتك، مفيش الكلام ده خالص. في اوقات وفي الكلام ده بالثانيه، في اوقات وفي اوقات بالظبط بتشتغل بالثواني، ومره تشتغل لوحدك ومره تشتغل وانت معاك خصم ومره تشتغل بالجول حاجات كتير. المهم تدريب بحر. عايز اقول لك ان يعني نروح نرجع للكلام بتاعنا النهارده، سموحه ثلاث فرص بالظبط، سوء تصرف من المهاجمين دخل ال 18، واحده جت لشريف رضا بدل ما يزق ويشوط شاطها برده جت في ظهر اللعيب وبرده طلعت ركله ركنيه. فالنهارده كابتن طارق مطالب انه يعمل تدريبات تخصصيه للعيبه المهاجمين عشان يقدر يستغل الفرص اللي بتيجي، لان احنا قلنا الجول صعب جدا، تطوير الكره بتتطور تكتيكيا خططيا للدفاع مش للهجوم، الناس بتطور عشان تدافع، الناس بتطور عشان تدافع مش عشان تهاجم، ده التطوير اللي بيحصل في كره القدم. فالنهارده لازم تشتغل بشكل قوي جدا ومكثف جدا عشان تقدر تسجل هدف. وفي تطوير هجومي اكيد طبعا، بس انا بقول لك الكره دايما بتتطور للدفاع. يعني زمان كنت بتكسب 10 وبعدين ابتديت تكسب 6 وبعدين 4، دلوقتي عشان تكسب 1-0 تبقى صعبه جدا، ناس بتقفل بشكل كويس جدا في الحته الدفاعيه، وبعدين رقم 2 بيدوروا على الحته الهجوميه. يعني النهارده الفرق الصغيره، انت لما تيجي تلعب فرقه صغيره يا كابتن رقم 1 بيقول لك ايه؟ التامين ثم التامين ثم التامين الدفاعي. خلينا مش فرقه صغيره زي مباراه امبارح، اي ماشي حلو بالظبط. الداخليه بيعمل ايه امبارح؟ عمل عايز يامن يا كابتن باكبر عدد بشكل كويس قوي، وبعدين يلعب على الكاونتر اتاك، خلاص هو بيشتغل على الشغل ده مع كل الفرق الكبيره. مره والصغيره ماشي والصغير ده سيستم لعب، هو كابتن علاء عبد الهادي ده سيستم لعب ونجح فيه امبارح مع النادي الهلال، فرصتين امبارح قدر يسجل هدفين في النادي الهلال، واحد من خطا والثاني يعني فيها يعني خطا جسيم. الثاني الاول الهدف الاول، الثاني الشوطه اتقطعت من نص ملعب اكتر من احمد علاء كمان. لا مفيش تحليل، مش القطعه، لا مفيش تحليل يا كابتن، مفيش تحليل في الحته دي. يعني في الحته التلت الاخراني يعني قصدك حته التلت الاخراني ده انا ما حلقش على المهاجم بالظبط، لازم ابقى اضغط عليه، بس طبعا ما ينفعش اقعد اتفرج عليه واشوف هو هيعمل ايه، لان عنده فرصه للتصويب زي ما حصل بالظبط، يبقى لازم اقلل المساحه اللي بيشوف فيها بالظبط، اللي بيمشي فيها ويشوف فيها الجون ويشوف المساحه ويأنن رجله ويحط رجله الثابته ويحط، لازم ابقى ضاغط عليه، عمل كل حاجه براحته طبعا، بعمل كل حاجه براحته ولازم ابقى ضاغط عليه في التلت الاخراني. ده الهدف اهو، بص يا بلال المساحه قد ايه، بص هاني بيرجع، بس طبعا ما اقدرش الوم هاني طبعا، هو 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 بص انا هقول لك على حاجه، هو في لومين، معلش رجع الكره ثانيه سليمان، انا بتكلم على من اول السوليه، في حاجتين يا كابتن، من اول السوليه الطريس. بص يا كابتن النقطه الاولى، هشام محمد الجاريه بتاعته نفسها، هو جري قطري وبعدين لف جه من ورا الناحيه الثانيه عشان يقطع الكوره. الكوره دي يعني في علم الكوره، انا والكابتن ابراهيم طبعا افضل مني، ده لازم فاول تكتيكي في الحته دي وخلاص وانتهت القصه على كده، خلصت على كده. بس يعني هشام محمد بص اللفه اللي لفها ورا زودت المسافه، خليته كمان يعني مستريح هو بيشوط، عشان كده انا قلت لك ايه الخطا الثاني اكتر من الخطا الاولاني بكتير جدا لان يعني يا جماعه بص عارف ليه يا بلال؟ لان الخطا الاولاني خطا فردي، ده خطا جماعي من لعيبه كتير جدا في الملعب، خطا من خطا تمرير من السليه. بص الاستلام فين يا بص هشام محمد لف ازاي؟
فاهم قصدي؟ وثلاثه يا جماعه، ثلاثه على واحد ده اللي بتكلم. طب الثلاثه واحد يا كابتن لازم اقابل، مفيش ولا واحد بيضغط، لازم اقابل. ما هي دي، ما هي دي اللي ده الشغل يعني، ده الشغل. قبل ما اقابل كمان انت سرعتنا، بس خلاص اقف اقف كده، اقف كده، اقف كده، اقف كده يا سمير. بص يا كابتن بلال، يا كابتن ابراهيم، المفروض ان انا كخط دفاع المفروض ان انا ما اسيبش كل الجاب ده، المفروض ان انا اقابل بقافل مقلل المساحات ورا لعيبه في نص الملعب من الاول خالص. بص يا سمير، المطلوب في الحته دي اللي يحصل هاني يقابل و والتاني و مين؟ ايمن اشرف ده، وايمن اشرف هو اللي يعمل الكفرنج عشان لو اترقص. ده طبيعي، دي جمله تدريبيه معروفه قوي، ملهاش حل. بالظبط تمام يا كابتن، ملهاش حل. طبعا الكفرنج و الف ب وايمن اشرف بالظبط هو اللي يعمل التغطيه بحيث لو اترقص برده يبقى خلاص ويفضل ده كريم نيدفيد الناحيه دي، ولا مين؟ كريم نيدفيد اعتقد الناحيه كان حصل التغيير. بالظبط ماشي ماشي بالراحه كده يا سمير. بص بقى التصرف ده، التصرف اللي انا بستغربه، ان هاني فضل يرجع، بص، واشرف فضل يرجع. يعني دي المشكله، ان ما حدش ضغط كله، ما حد. بس طبعا ما تقدرش تلوم هاني، مش حافظ المكان قوي. ايمن اشرف كان في باك ليفت ورجع تاني برده لسه. زي ما انت قلت بلال من الاول خالص، كان لازم فاول تكتيكي ونخلص من القصه دي حتى لو في انذار. لكن لا. انت عارف انت ساعتها يا كابتن ابراهيم ايه، انا كهشام محمد انا مطمن ان في ثلاثه ورا، هو خطا، عشان كده قلت خطا اكبر من الخطا الانديفيديوال اللي هو الفردي اللي عمله. ولازم زي ما بيقول الكابتن احمد، لازم واحد يقابل والتاني بيعمل كفرنج وراه. يعني المسمار، المسمار كان زمانه عمل فاول من زمان. بلال المسمار ما كانش يوصله، ما نقدرش نلوم عليه، ما كانش يخليه يوصل الحته دي. مش شريف اكرامي عليها الحقيقه، لا لا صعب. انا في ناس الصراحه بيقولوا ان شريف الكوره راح لفه يا جماعه في مين اللي واخده كيرف لفوق، ولا لا صعب على ملعب، ملعب ام بي برضه عشان السوبرفان ملعب صغير، فهي المسافه دي مش كبيره. المسافه دي كانت مسافه الشوط، يعني تبان انك بره ال 18 بس اصلا الملعب انت ممكن تشوط من نص الملعب دي جول. يعني مسافه مش كبيره، مسافه صغيره يعني. سمير، ما انت خليتنا نتكلم على الاهلي، هنتكلم عليه دلوقتي. تعال نخلص بس ماتش نخلص ماتش المصري وسموحه وسوء حظ جامد جدا للكابتن رايح. بصراحه انا قلبي معاك، قلبي معاك، بتعمل كل حاجه في الكوره، بتقدم كوره جميله جدا وبتضيع فرص في بتروجيت وفي سموحه. لا كتير قلبي معاك. والحقيقه برضو يعني عايزين نتكلم على النادي المصري، مش ده المستوى اللي بنشوفه للنادي المصري الحقيقه. لازم الاداره والجهاز الفني يبعدوا اللعيبه عن المشاكل الاداريه اللي موجوده، ويروحوا في حته بعيده خالص. والجهاز الفني ليه دور كبير جدا دلوقتي انه يعالج اللعيبه نفسيا، لان برضه اللعيبه دي محتاجه ان حد يقعد معاها في الاوضه ويتكلم معاها. يعني انا كجهاز فني ليه بتصدر لي مشاكل؟ انت انا مش بتكلم عن مصر، بتكلم في العموم. انا كجهاز فني يا كابتن بلال، ليه بتصدر لي مشاكل انا في غنى عنها؟ انا عايز افرغ دماغي للشكل الفني. صح، انا بقى بتكلم على في العموم، على مجالس الادارات اللي بتصدر مشاكل للمدربين. انا وفر لي بيئه مناسبه ان انا ابقى مدير فني فيها دماغي فاضيه للفريق، وبعد كده حاسبني. لكن انت بتصدر لي مشاكل ومشاكل اداريه ومش عارف تستجيب لي لعيبه. انا بتكلم في العموم يا جماعه، مش بتكلم على اي مجلس اداره. وبتصدر لي مشاكل بتجالي من يمين وشمالي ومن قدامي ومن ورايا. طب انا اركز ازاي فنيا وترجع تحاسبني في الاخر؟ لا، ما زي ما بقول، زي ما بقول لحضرتك دلوقتي، لازم الجهاز الفني دلوقتي يبعد اللعيبه عن بورسعيد خالص. انا حضرتك بتتكلم دلوقتي على المصري. انا بتكلم على المصري، لان احنا بنتكلم لازم نبعدهم عن بورسعيد خالص، لان إيهاب ليه طريقة معينة في الشغل غير الطريقة اللي كانت متابعة قبل كده. زائد واضح إن في مراكز عنده محتاجة لتدعيم جامد جدا. لو ما دعمش في الشهر بتاع يناير اللي هو فيه الانتقالات ده، هتبقى المشكلة عند إيهاب كبيرة جدا. هو طبعا في الكلام اللي قاله في التلفزيون ان انا كان لازم اخد كلام كبير، انا كان لازم اخد 3 بونت. لا، النهارده ما يستحقش 3 بونت. سموحه لو قارنا، لا، سموحه كان مسيطر على المباراه في الشوطين. يمكن المصري كان بيتبادل معاه الهجمات شويه في الشوط الاولاني، انما الشوط الثاني كامله لنادي سموحه. بالزبط. نادي سموحه كان يستحق الثلاثة بونت بالظبط. بس هو كمدير فني لازم يقول كده. بص، هو بيدي، عايز يدي ثقه للجمهور، عايز يدي ثقه للعيبه طبعا. خد بالك، المدير الفني النهارده لما يطلع في التلفزيون يقول لك انا استحق المكسب، ده معناه ان اللعيبه ادت بشكل كويس. بالزبط. فبيرفع روح المعنويه طبعا. ما طبعا دي مسج للعيبه اكتر منها مسج لاي حد تاني. دي رقم. لكن عايز اقول لك، المصري النهارده لما نشوف طريقه لعب المصري يا ميدو، يعني طريقه لعب الكابتن ايهاب جلال هي بتعتمد على الاستحواذ. تمام، تعتمد على الاستحواذ والانتشار في الملعب. بالزبط. واللعب السريع. النهارده المصري عنده مشكله كبيره جدا، مشكله عنده مشكله في قلب الملعب.
انت ما عندكش البلاي ميكر اللي يعمل لك الحته دي. يعني كان دايما مميزات كابتن ايهاب جلال لما بيلعب في مكان او لما بيمسك فرقه كان الثلاثه بتوع نص ملعب ثلاثه لعيبه كوره عندهم امكانيات كبيره كابتن. بيعرفوا يشغلوا الفرقه، يعرفوا يستلموا، يعرفوا يحضروا، يعرفوا محمد وكان يعرفوا يشتغلوا مع 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 الثلاثه اللي من تحت الفيرود. لكن النهارده لعيبه المصري، النهارده المصري بيعمل ايه يا كابتن؟ المصري بيلعب على اطراف الملعب، عايز ينقل الكره من الباك رايت للهاف رايت او للفيرود، ومن الناحيه الشمال برده من الباك ليفت للفيرود. فدي صعبه جدا لان خلاص الكابتن طارق قاري الحته دي بشكل كويس قوي وقافل اطراف الملعب، ما عندوش الامكانيه انه يلعب في قلب الملعب. ودي كانت مشكله واضحه النهارده جدا عند نادي المصري، ما عندوش اللعيب اللي يقدر يستلم، اللي يقدر يلعب على طرف الملعب، اللي يقدر يروح يعمل ده. يعني النهارده 90 دقيقه ما شفناش دبل باص ما بين اللعيبه بتاعه نص ملعب وما بين الفيرود احمد جمعه النهارده، ما شفناش ولا لعب. النهارده لما تكون بتلعب بثلاثه من تحت الفيرود او باثنين تحت الفيرود وما يبقاش واحد فيهم بيقدر حتى يعمل ثرو باس للفيرود او يعمل باس طولي للفيرود، يبقى انت عندك خلل في الحته دي. مشكله المصري يا كابتن دلوقتي ان هم عندهم خلل في الحته اللي في القلب. طالما انا عندي خلل في الحته اللي في القلب وبلعب على اطراف الملعب بس، يبقى من السهل جدا ان اي تيم بيلعب قدامي يقدر يقفل لك الحته بتاعه اطراف الملعب. عشان كده النهارده المصري ما كانش موجود، ما كانش له تواجد النهارده في الملعب. مشكله المصري يا كباتن كبيره جدا زي ما انت قلت يا كابتن بلال. مشكله المصري ان هو جاب مدرب عايز يعمل فكر عايز يعمل فكر. الفكر ده كابتن ابراهيم متطلب فتره قبل ما تطلب لعيبه، متطلب فتره عشان لا فتره عشان بص فتره ميدو ومتطلب امكانيات. ما بالظبط، بس الفتره الاول بس خد بالك حتى لو ما عنديش امكانيات، يا انا كمدير فني اغير سيستم اللعب على حسب اللعيبه اللي موجوده، تمام، يا انا اجيب لعيبه تتماشى مع امكانياتي. لازم يعمل كده ايهاب جلال. يعني فريد شوقي النهارده وعمرو موسى مش اللعيبه البلاي ميكر، يعني مش الميد فيلدرز اللي يقدروا يقوموا بدور صانع الالعاب. ممكن يعملوا لو اتعودوا لا بس دول بيدافعوا كويس قوي تمام، لكن الحته الهجوميه صعبه جدا بالنسبه لهم. انت بس قلت كلمه محتاجه وقت، مش كده؟ الجمهور بتاع المصري مش هيصبر، ما بيستحملش. عشان كده بقول لبلال لازم ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال طبعا مع احترامي الكبير ليه، احنا بنشيل القاب بس طبعا القاب محفوظه، كابتن ايهاب جلال لازم يغير شكله حتى بس لغايه لما يبقى في منطقه الامان، لان مش هيصبروا عليه. لو حصل فيه اي انتكاسه للفريق ممكن يفكروا في مثلا في سيف مدرب تاني، هتبوظ الدنيا منهم اكتر من ما هي في انتكاسه يعني. وكمان ايهاب جلال من المدربين اللي هو ما بيروح فريق ما بينجحش معاه في الاول، لازم ياخد وقته لغايه لما حفظهم شكله وحفظهم اسلوبه. النهارده اتكلم كلام مهم جدا لو حضراتكم سمعتوه، قال اللعيبه الحماس والكلام ده كله موجود، لكن لسه الحاجه اللي انا عايزها مش موجوده. شوف اي مدير فني بيلعب بشكل هجومي بيتطلب وقت كبير انه يحفظ الشكل. اي مدير فني بيلعب بشكل دفاعي عموما، اي لا بتكلم بشكل يعني هجومي تحديدا. ليه يا كابتن ميدو؟ هجومي تحديدا لانك انت النهارده عايز تخلي لعيبتك يعملوا دورين في الملعب، مش دور واحد بس. دور الدفاع يا كابتن ودور الاستحواذ والنقل والانتشار في الملعب، ده دورين مهمين جدا. فانت عشان خاطر تقدر تشتغل بالشغل بتاعك ده، الشغل الهجومي، انك تستحوذ وتنتشر وتلعب على اطراف الملعب وتلعب من العمق، ده محتاج تحفيز بشكل كبير جدا، ومحتاج لعيبه تشتغل كتير معاهم على طريقه اللعب بتاعتك. انما لو بتلعب بالشكل الدفاعي المعتاد 4 3 2 1 وبتقفل بشكل كويس جدا وبتلعب على الكاونتر اتاك، دي ممكن الامور يعني ممكن اللعيبه تحفظها بشكل سريع، لان اوريدي خلاص اللعيبه في الدوري المصري اعتادت على الطريقه دي. اعتادت على طريقه الكاونتر اتاك مع الفرقه الكبيره او حتى الفرقه الصغيره كمان، بتعتاد ان هي تشتغل على اطراف الملعب والفرود الموجوده المحطه بالنسبه لهم ويقفل بشكل كويس جدا. كابتن ايهاب جلال مميز في حته ان انا بنتشر كويس، بستحوذ بشكل كويس جدا، عندي طرق مختلفه في الناحيه الهجوميه، فده متطلب وقت كبير بالظبط عشان تقدر ما انا بقول لك هو عشان فكره يعني بيلعب بالفكر الهجومي شويه، يعني بيلعب بطريقه جوارديولا مثلا، انا عايز اهاجم مش عايز ادافع، مش عايز اقف ورا اثبت اللعيبه. اي فكر محتاج وقت ومحتاج ادوات، اه طبعا اكيد محتاج وقت طبعا. تعالى نطلع فاصل عشان بعد الفاصل نتكلم عن شكل الاهلي في المباراه الداخليه بالامس، واكيد هنتكلم عن الاهلي وبيراميدز ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. فاصل استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي والداخليه امبارح اكيد مباراه كان فيها سلبيات كتير جدا ونقطتين ضاعوا كنا في امس الحاجه ليهم، لكن الحمد لله على كل شيء. يعني كابتن ابراهيم اهداف كتير ضاعت امبارح، كان في باد لك كبير جدا امبارح على النادي الاهلي ومحمد يوسف، والداخليه بفرصتين جابوهم الجول. شوف هو الداخليه هو علاء عبد العال محفظهم الناحيه الدفاعيه وكيفيه
بناء الهجمة المرتدة. كان واضح انه مكثف تواجده في النص الدفاعي بتاعه ومستني النادي الاهلي يجي له. ده اللي كنا متوقعينه كلنا. كنا كلنا متوقعين ان النادي الاهلي ساعده في حاجه، اولا بناء الهجمات بياخد وقت طويل قوي ان في النادي الاهلي. طب هو ما هو عايز كده، وهو هو عايزك تفضل في ملعبك. فبينقل النادي الاهلي بينقل ومستحوذ وبينقل 30 40 نقله وهو في نص ملعبه لسه ما اتحركش للنص الثاني. وبالتالي اول ما بيتنقل للنص الثاني بيبقى متمركزين وقاعدين ومستنيين اي حاجه. وهو عامل بيلعب خمسة في نص الملعب، بيلعب 4-5-1 4-6 على اساس ان الهجمة المرتدة بتاعته معتمد على حسام باولي ان هو بيعرف يتمركز كويس جدا في داخل ال 18، معتمد ان الهجمة المرتدة بياخدها من الجناحين طويلة لاحد الاجنحة سواء اليمين او الشمال ويعملوها لحسام باولو اللي هو بيجيد الضربات الرأس وبيجيد يعني استغلال الفرص. ودلوقتي هو هداف الدوري يعني. احنا ساعدنا علاء عبد العال ولاعيبه نادي الداخليه ان هم يحرجونا وان هم يخلصوا الشوط الاولاني 0-0 بالنقل الكتير وبتحضير الكتير. لما ابتدينا ننقل ونروح عندهم في الشوط الثاني ابتدى يبقى شكل الاهلي احسن شويه. والتغييرات الحقيقه التغييرات اللي عملها برضه الكابتن محمد يوسف الحقيقه معلول لما نزل ظبط شكل النادي الاهلي. والحاجات العرضيه اللي بيعملها كلها فيها دقه وموجهه، ومنها واحده مديها الازار في داخل ال 18 ازار ما كانش بطن رجله جنب العارضه، هو ما بصش خالص. يعني لو تعيد اللقطه، لو معانا اللقطه بتاعت سمير مش شايف الجون حتى. وضعيته كان لازم يعدل وضعه، وهي الكوره جايه له لازم يعدل وضعه يبقى مواجه لحارس المرمى بحيث يقدر يوجهها، وخاصه ان الدنيا كانت مفتوحه قدامه جدا يعني. فانا بقول ان احنا ساعدناهم ان التحضيرات بتاعتنا بتاخد مده طويله قوي، بيقدروا يتمركزوا هم في النص بتاعهم، وبالتالي قفل كل الخطوط علينا. اي الكوره يا كابتن ابراهيم؟ الكوره اللي انا بتكلم عليها دلوقتي علي معلول الحقيقه يعني مشي بطريقه هايله وما عملهاش اي كلام، وازاره تمركز جيد جدا ازاره لوحده خالص، وما فيش اي تداخل من اي مدافع. كان ممكن يعملها باي طريقه غير اللي عملها. لا يا كابتن لازم لا 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 خطه حلوه قوي. لا لا مش حلو. لا لا مش حلو. لا لا مش حلو. لا طبعا مش حلو طبعا. بعيد البعيده طبعا بعيد. بص يا ميدو، يفتح بطن رجله، يفتح بطن رجله يحتفظ قدام البلد. احنا كنا بنتمرن عليها فاكر الايام. طب استنى ما هو بص انا بقى ميدو استنى بس هقول لك. انت افكرك لما مهاجم كويس جوزيه سيبك من ما هي لا 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 ده اصح. لا اصح حاجه انت تحط بص من كباتن هو وقفته سيبك من جوزيه دلوقتي تحط الكوره في زاويه الكوره دي اصح. لا ما عشان كده انا بقول ايه، هو كان لازم يعدل وقفته عشان انا متفق مع الكابتن احمد الحقيقه. كابتن بعد اذن حضرتك كان لازم يعدل وقفته عشان يعملها في الزاويه البعيده. كابتن بعد اذن حضرتك امتى احط الكره في البعيده وامتى احطها في الضيقه؟ ما دي برضو عشان بس الاسئله كتير. احط الكره في الضيقه، احط الكره في البعيده امتى؟ لما يكون انا في البعيده، لما يكون انا اوريدي في الزاويه البعيده، عند الزاويه البعيده والكره جايه لي عكسيه زي دي. انما انا في الزاويه الضيقه اقل الكره، لما الكره دي لو بتحطها في البعيده وقلشت هتخش الجول. لا استحاله، لان صبحي. طب خلينا بس نتناقش. انت هتزعل صبحي كده كده. اسمعني صبحي واقفين دلوقتي. اسمعني بس صبحي واقفين. صبحي هيتحرك على البعيده اوتوماتيكلي. صبحي واقفين دلوقتي اهو على القريبه. هل صبحي بسرعه الكره بالسؤال بس؟ طب بس انا اشوف صبحي اتحرك فين. صبحي واقفين واقف على بره بره العرض. بص 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 جري فين؟ مش هيروح على البعيده. انسى الكلام ده، مش هيلحق. طب هو لو ازاره ماشي لو اتحط 1000 مره في الدقيقه مش هتخش جول. ازاي مش هتخش جول؟ ده اصلا ده 1000 مره مش هتخش جول. طب ماشي ألف مرة والله العظيم. مش بقول وجهة نظري. لا بص هقول لك ليه بس براحة كده وبالهداوة. هقول لك ليه. أولا صبح يقف على الزاوية. أجيب لك مستر مانول على التليفون والله العظيم. بص يسكتك في مش ثانية. دي اللي تتحط في الضيقة، مش دي. الكلام ده لما يكون هو جاي من الزاوية البعيدة في وضع حركة والجول بيتحرك اوريدي، لكن اصلا صبح واقف على الزاويه الضيقه في الزاويه للبعيد وثلاثة أربعة واقفين في على الزاويه الضيقه. بص اللعيبه. لا انا بقول لو عدل. انا طبعا متفق معاه لازم في البعيد. بس هو وضعيه جسمه اجباري هيعملها في الزاويه القريبه. كان لازم يعدل وضعيه جسمه بحيث يواجه. لو عدل وضعيه جسمه هيعمل بطن رجله في الزاويه البعيده. لو راح جنب رجله بالظبط. هقول لك على حاجه. انا ليا جول وانا بلعب في سموحه في الزمالك. جول في الزمالك من نفس الطريقه، الكوره جت لي الناحيه دي وعبد الرحيم طلع الناحيه دي، قمت معدل وشي معدلت نفسي. عدلت هي التعديل. ايوه طبعا يا ميدو، صعب عليك جدا انك تحط في الزاويه ده والجول جاي لك منها. هتخبط. بص اهو
بص الكوره فين؟ صعبه جدا. ثلاثه قدامك، بص هو فين؟ هو في هو كمان واقف فين؟ بص هو واقف فين؟ هو كمان صعبه جدا. لازم اعدل وضع جسمي الاول. طيب يا كابتن الزاويه البعيده، لو عديت وضع جسمي هعمل بطن رجلي في الزاويه البعيده. سهله العمليه، سهله يا كابتن. الاسهل بالنسبه لي، الاسهل الزاويه البعيده، ان انا احطها في الزاويه طبعا. الاسهل بالنسبه لي، الاسهل جدا ان انا اعدل. بص يعني تخيل وليد ازارو عمل كده نص لفه، وحط خاصه الكره مش سريعه، يعني علي معلول لما اديها له مش سريعه. هي وجهات نظر، لكن انا اقول لك تتحط امتى في الدقيقه بقى؟ بشمالي. بالعكس، لا لا بشمالي في الزاويه. ليه؟ لان الكره لما هتلف هتلف على جوه، مش هتلف على بره. بص بيميني الكره يا جماعه صعبه، يعني بيميني. بص الكره دي طبيعي جدا ان هي تيجي كده، طبيعي جدا. انا بشمالي لو انا بلعبها بشمالي يا كابتن، وش رجل بشمالي، بشمالي طيب كده. لو بشمالي ببوش، وهو عنده فرصه يعدل نفسه واقف. بص خالص، ده لوحده خالص، مفيش اي تداخل مع اي خصم، كلهم بعيد. انت مش مقتنع خالص؟ مش مقتنع. لا لا لا، اتنين على واحد. طب جت جول؟ اتنين على واحد. جت جول؟ لا ما جاتش. خلاص يبقى لازم تقتنع. لا ما اقتنع عشان لا طبعا. طب انا ما جاتش جول، يبقى لازم تقتنع بكلامك. اتنين على واحد. خلي بالك انا بقتنع بكلامك جدا جدا، بس لازم اختلف معاك في حاجه، ان 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 الكوره دلوقتي جايه من نفس الزاويه. انا بحطها مستحيل تيجي جول. طب هقول لك لا، ده بتيجي جوان كتير جدا يا بلال. دي بشماله البعيده برضه. بص دي لو بشماله يا ميدو، يوم ما هتقلش هتخش في الجول. لو بشماله، لو انت بتتكلم بقى عايز تحطها لو بشماله هتبقى اسهل. يوم بالظبط بشماله، يوم ما هتطلع بره هتلف وتيجي في الجول. لو بشماله اسهل بان هو يحطها في القريبه او في البعيده. باليمين صعبه جدا في الضيقه، صعبه جدا في الضيقه. باليمين صعبه جدا في الضيقه، وخاصه صعبه جدا باليمين في الضيقه. وبرضه هنقول وضع جسمه لا يمكن تيجي جول. كابتن عشان هتلعب باليمين فوضع جسمك لازم يبقى كده بالظبط. طالما هتلعب في الزاويه الضيقه خلينا. طب خلينا بص الكوره وسرعتها، وهو مش سريع. الكوره مش سريعه، وهو عدلته. الكوره مش سريعه وجايه مظبوطه. لا هي جايه من علي معلول، مش سريعه. مش سريعه خالص. بص علي معلول، بص يا ميدو، الكوره اقلم جسمه عن ان هو يلعبها في الضيقه. طب ما لو انت زي ما انت بتقول عايز يعدل جسمه عشان يحطها في البعيد، مش محتاجه يعني. مش محتاج ده، ده مش هتاخد ثانيه. فهمت ثانيه؟ طب مش هتاخد ثانيه. طيب ما هي فهمت ثانيه. يا بص يا كابتن، خلينا نتكلم. بص في احنا بنتكلم دلوقتي على الشغل التخصصي. انا كفرود انا لازم اكون عارف انا واقف فين عشان العب الكره ازاي. انا كفرود واقف في الحته دي مستحيله تخش في الزاويه الضيقه، مستحيل. تمام؟ الا في يعني مثلا كل مثلا 100 كره هتخش كره. انت مش عايز تقتنع ان هي تيجي في الضيقه جول؟ مستحيل تيجي في الدقيقة. انا بص كمان صبح فين؟ صعبه جدا. واثنين قدامك كمان مدافعين. انا ارهنك على اللي انت عايزه، واحنا على الهوا اهو، ان الكوره دي عدلتها في الزاويه القريبه. والله بيمينه. طب انا معاك كابتن. بكره ان شاء الله نروح ملعب وانا هبصي له 10 كور زي كده. لو جاب منهم واحده يبقى لا انا ما عنديش. احنا ما نعرفش نجيب دلوقتي. لا صعبه جدا، صعبه. عموما ماشي، عشان الزحمه كمان هنطلع. انا مش هعديها لك والله. اصل انا خلي بالك، انت عارف عندي في الكوره انت حاجه كبيره جدا. وطبعا يا كابتن، بس الكوره دي لا، هي لو عارف، لو جنب رجل صبحي عمره ما يعمل لها حاجه. مش هتيجي جنب. خلاص هو راح صبحي، راح اوتوماتيك على البعيده. خلاص صبحي واخد خطواته على البعيد، مش هيلحق. مش هيلحق لو جنب رجله ثانية. الكرة أسرع من أنا واحد أتكلم. طيب الفرص الضايعة الكتير جدا مع الباد لك اللي حصل امبارح، خسرنا نقطتين. الشكل الجديد مع لازارتي النهاردة، كنت بكلم شريف شعبان بيقول إن في شكل جديد. شاف التمرين الزميل شريف شعبان بيقول إن في شكل جديد. الراجل بيتكلم في مساحات ضيقة، ده الطبيعي إن هو بيتكلم في مساحات ضيقة. لمسة واحدة بيلعب، طالب اللعب دايما لقدام. ده شكله او ناوي يعمله، او بدا يقول انا عندي اسلوب كذا في اول مران لي. بص يا كره القدم التاكتكس او التدريبات، اعتقد ان هي مش اعتقد يعني، هي لازم تكون جزء من الحاجات اللي بتحصل في الماتش. الماتش يعني انت بتتكلم في مربعات صغيره او حتت صغيره، بتشتغل على مناطق صغيره، بتشتغل في نص ملعب، في حته في نص ملعب مثلا 10 في 10 متر، بتشتغل على الجنب 10 في 10، بتشتغل قدام 10 في 10، يعني المساحات صغيره او اقل من كده يا كابتن بكتير. اكيد طبعا يعني. اقل من فرقه كبيره. بالظبط، اقل من كده بكتير. لكن انا بتكلم من التاكتكس بتاعك انت كفرقه بتاخد بطولات، يبقى لازم تلعب تطور دايما الحته الهجوميه. انت محتاج في بعض الاوقات تطور الحته الدفاعيه عشان انت عندك مشكله في الحته دي. تمام، اقول لك اجوان بقى سمير بقى انت بس دي بتاعت مقاولين. بص فين في الزاويه البعيده جوه. انت عاملها ازاي اصلا؟ انت عاملها بكعبك. كابري. طيب انت بص، مش هيقعد كده، ممكن يسيبنا ويمشي على فكره. بص قعد ازاي ده غير قعد. اقول له بس جول في سموحه، في سموحه يا سمير، كان نفس بتاعت وليد ازارو بالظبط. كانت هي وانا كنت بلعب في سموحه، وانا الهدف كده. هتخلي الناس تقلب عين المواجع. لا معلش. كان عندنا مهاجم بيعمل بكعب رجله وبطن رجله. فطبعا مهم للفرق الكبيره، طبعا مهم ان انت تطور الشغل الهجومي بتاعك. النادي الاهلي كنت ممكن تجيبها ببطن رجلك في البعيده دي. ها قول بقى على الهوا.
دي بطن رجلي في البعيده ما لعبتهاش بطن رجلي. ممكن تجيبها؟ لا انا بسالك. ممكن انا بسالك لا ممكن تجيبها بره مني. طيب ليه بطن رجلك في قريبه؟ لان انا 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 في نص الجول. طب على فكره ازارو كان في نص الجول. هات يا سمير كره ازارو تاني يا سمير. انا مش هسيبك النهارده. هات ونشوف كره ازارو كانت فين بالظبط. يعني ما كانش لازم يبقى في نص الجول بالظبط. يعني واخد خطوه شمال. ما ينفعش. ليه يا كابتن رايق؟ ده هي انا لو انا في نص الجول بلعبها بعيده لو فتحت منها تطلع بره. ايوه بص ازارو تمركزه فين؟ في نص الجون بالظبط. هو نقطه ضربه الجزاء. بس بس حاول كده. بس حاول جسمه يا ابني. ضربه الجزاء يا حبيب قلبي. هو ضربه الجزاء جنبه اهي. هو 3 يارده شمال مفيش نص يا سمير. دي مش ضربه الجزاء باين. بص بص هو فين؟ بص بص واقف فين اهو. ده نص الجون. ده بعد ما جري اهو. ازارو ضربه الجزاء قدامه. بص جري فين اهو. خطوه خد خطوه بس اهي. بص يا سمير فين ضربه الجزاء؟ اهي قدامك على فكره. هو ما بصش خالص على فكره. اه لا لما عدته دلوقتي اللقطه هو ما بصش خالص. وكل عدته ده ازارو يعني ابو كباتن. كل عدته انه لازم هيعملها في القريب. يعني هو بلال كان بص في البتاع بتاعت كعب رجليه دي. كان بلال بس بصراحه لا ما هي ما هي دي بس على فكره ده هو اتحرك كويس جدا في الكره دي. طبعا خد الخطوتين اللي ورا عشان يستقبلها. واخد 3 يارد خد 3 يارد اللي ورا عشان يستقبلها. هو جاي جاي. اه طبعا ما هي برضه دي يعني. طبعا يعني احنا بنتكلم على التحرك بتاعه. تحرك هايل جدا طبعا. لكن طبعا. التنفيذ التوجيه يا كابتن بتاع الكوره هو اللي سيء. فاهم قصدي؟ يعني دي ما ينفعش تقول بدلك. دي ما ينفعش تقول بدلك. انت عايز تلعبها في الزاويه الضيقه عشان تضمن ان الكوره ما تطلعش بره. بص يا كابتن انا بلعب ببطن رجلي كده يبقى الطبيعي اول حاجه هتروح شمال. اول حاجه على طول لو بلعب بوش ببطن رجلي الداخلي الشمال لو قالش هتيجي جول. بالظبط هو ده اللي احنا عايزين نعمله. عنده اختيارين. يا اما كان لعبها ببطن رجله زي ما الشمال او يا اما يعادل. بتكلم على اليمين دلوقتي. بطن رجله اليمين او يعني. وش رجله اليمين يعني. او وش او بطن رجله في البعيد زي ما انت عايز تعمل. يعادل بالظبط. بس تمام. لازم يعادل جسمه سن صغننه كده عشان يقابل بطن رجله تروح في الزاويه البعيده. يا سمير عدلنا جون غيرنا الموضوع. ما هي دي الفروق. الفروق اللي دوس الحربه. الروس الحربه تستقبل الكره ازاي؟ تلعبها بوش رجلك، تلعبها بجنب رجلك، تلعبها باي حته، تلعبها بدماغك، توقفها الاول، توقفها الاول قبل ما تلعبها ولا تلعبها من لمسه واحده. فهي دي الفروق الفرديه بين روس الحربه والله العظيم يعني. يا كابتن ابراهيم بلال لو كان عمل كده ايام ميسي مانويل الجوزيه كان بص اتعلق. لا بلال كان هداف. لا 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 بلال كان هداف جامد. الكلام ده بلال كان هداف جامد. هو اللي بيجيب كل الاجوان. لا بس دي لا دي لا دي وانا في سموحه. ده كان انا في سموحه. طب بتجيب الزمالك ليه بقى؟ تدخلنا في مشاكل دلوقتي يا عم سمير. يا عم سمير يعني بص بتفكروا بس. يا ماشي يلا يلا بيفرح جماهير سمير. انت لازم تعزمه على العشاء بصراحه بعد. لازم ده مصياطك جامد. خلاص يا سمير في عشاء النهارده. خلاص اتفضل اتفضل يا كابتن. احنا كنا بنتكلم على سارتي وشكله الجديد في التمرين. وانت بتتكلم في الاسلوب الفرق الكبيره انها بتلعب في المساحات الصغيره بقى فيها عليها ضغط دفاعي. كل دلوقتي الفرق اللي بتلعبها النادي الاهلي او بيلعبها النادي الاهلي كله بينزل تحت الكوره. انت ازاي تضرب التكتلات الدفاعيه؟ هو ده الشغل التكتيكي يعني اللي المفترض بيشتغلوا فيه المدربين اللي معاهم الانديه الكبيره. ازاي تضرب التكتلات الدفاعيه؟ ازاي تخترق؟ ازاي لما تلاقي فرقه زي فرقه زي مثلا زي الداخليه عامله تكتلات دفاعيه وعامله او بتشتغل بكثافه عدديه كبيره جدا في ال 18 او على اطراف الملعب. ازاي تقدر تخترق؟ تمام. السرعات، المهارات الفرديه، التحركات السريعه بدون كره، التحول السريع لما بتقطع، ازاي كمان بتدافع؟ يعني احنا برضو خلينا نتكلم في حته مهمه جدا، حته الدفاع. الدفاع مش لازم ان انا برجع بلعب زون ديفنس وبدافع. الدفاع انا ممكن خد بالك العب ضاغط من على الخصم في ملعبه في نص ملعبه واضغط، ودي اسرع طريقه انك تقدر تسجل بيها اهداف. لان هي دي الطريقه الاقرب للدفاع. ليه طرق بالظبط. ليه طرق يعني من ضمنها دي اهم طرق الدفاعيه الحديثه انك تضغط من نص ملعب الخصم. بالزبط. لانك المسافه ما بينك وبين الحارس بتاعه او المرمى بتاعه بتبقى مسافه صغيره. بالزبط. تقدر لما تقطع في باصه او اثنين انك تقدر تسجل اهداف خاصه مع الفرق الصغيره. هو في نقطه ثانيه دلوقتي. اتفضل. لما الفرق تبقى عامله لك زون ديفنس في نص ملعبهم، كل ما بتقدر تعمل اللعب من لمسه واحده كل ما بتقدر سرعة. تقدر التكتلات الدفاعيه دي تقدر ما تتمركزش تاني قبل ما يتمركزوا قبل ما ياخدوا المواقف الدفاعيه. اللمسه واحده ممكن تغلطهم كتير. زائد انت ما كانش عندك حد عنده حلول فرديه يقدر مثلا يتخطى واحد او يخطى اثنين او يصوب تصويبه. يعني التصويبه الوحيده اللي ناصر الماهر جابها في العارضه وواحده ثانيه طلعها عندك فرديه كان احمد الشيخ ناصر ماهر. يعني تصويبات ما كانتش مؤثره 100%. ناصر ماهر هو الوحيد اللي كان بيحاول يصوب. يعني الشيخ صوب تصويبتين يعني واحده
قويه جدا، واحده كانت فوق العارضه، انما ما عندكش حد عنده الحلول الفرديه انه يعدي من واحد او اثنين او ويعمل حل فردي من وسط الملعب. فهو ده برضو اثر معانا كتير. وانت زي ما قلت في البدايه احنا ساعدناهم ان احنا بنمسك وبننقل وبنمسك وبننقل وبنمسك، فاحنا ساعدناهم ان احنا ان هم يتمركزوا وان يبقى في عدد كبير من المدافعين يقدروا يقطعوا الكوره في النص الدفاعي بتاعهم. يعني كابتن ابراهيم، بالرغم ان انت بتفقد نقاط لكن بتطلع بالسلبيات بتاعتك. عندنا الحاله الدفاعيه لازم، النادي الاهلي طول عمره اللي كنا بنتكلم مع الساده المشاهدين امبارح يا بلال، النادي الاهلي طول عمره بيجيب جوان في اي ثانيه، صح، في اي دقيقه بيجيب جوان، لكن ما كانش بيتلقى او بيستقبل جوان. دي المشكله دلوقتي اللي بيقابلها النادي الاهلي. لا، ما هو دلوقتي الخطا الفاتح اللي عمله احمد علاء الحقيقه ما يعني ما فيش مدافع يعمله، وبالذات في الثلث الاخراني. الثلث الاخراني بنقول دايما في خصم داخل عليك، يبقى لازم الاول تطفشها. ما عرفتش تطفشها تقدر تبني هجمه، انما لو ما فيش تداخل امسكها وابتدي انقل. انما انت ده في تداخل، وبعدين انت تباطأت جدا واديت ظهرك، اديت ظهرك للملعب وانت مش شايف تمساح جاي منين. انت مش شايف جاي منين. وطبعا وبالذات رؤوس الحربه بيبقوا اكثر مهاره من المدافعين، فبالتالي قدر يقطع. ما هو انت رأس حربه، لا ده قطع وما لحقوش. وطبعا تمساح الحقيقه من الهدافين الانفرادات ما بيجلهاش، يعني حسام باولي يعني. فبالتالي يعني هو الهداف دلوقتي، هداف الدوري ما شاء الله عليه. فبالتالي احمد علاء الحقيقه خطا فادح لا يغتفر. هو المشكله عند علاء، اي لعيب بيغلط، لكن المشكله ان هو كان عنده مساحه زي ما حضرتك بتقول ان هو يتصرف بالكوره كذا جدا حاجة. من بدري يمشي بيها، يا اما يعني انا ما بحبش لعيب يطلع كوره بصراحه، ما بحبوش. يعني عنده حلول كتير جدا، وخصوصا لعيب نادي الاهلي ما يطلعش الكوره، يا اما كان يلعبها لقدام، يا اما يبصيها، يا اما يلف بسرعه قبل ما باولو يضغط عليه. كان عنده مساحه يا بلال ان هو يلعب الكوره، او عنده حلول كمان، لكن هو اختار اسوء حاجه وكمان كان تباطأ فيها. لكن طبعا لسه بدري جدا ولعيب لسه صغير، مش عايزين حسام باولو طبعا بيجيب اجوان من نص فرصه، احنا اللي اديناها له يعني. والله قلنا كده وكمان دي الكوره. لا اتم الاول يا سمير لو سمحت، اتم الاول علشان من الاول، من ساعه ما 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 السوليه رقص. بص دي المساحه اللي بتكلم فيها. لا اتم لما استلم علاء ووقف على الكوره خلاص بتاعي. بص يا ميديو، خلينا نتكلم يعني عشان نتكلم كلام مفيد يعني. أوكي. هو احمد علاء عنده مشكله في الحته دي، عملها كذا مره. في الحته دي عنده مشكله كبيره كذا مرة. جدا. بص هو لا ارجع تاني يا سمير لو سمحت. بص عنده مشكله في الحته دي. أيوة. تمام. لا دي كده متاخره شويه، عايزينها من بدري شويه. اتفضل يا بلال. بص هو عنده مشكله في الحته دي، في حته الكوره بس. هو اللعيب بيلعب بثقه عاليه قوي يا كابتن، تمام. هو عنده ثقه وكل حاجه، بس انت بتلعب في النادي الاهلي، تمام. بتلعب في النادي الاهلي يبقى عليك ضغط كبير جدا. انت صغير لسه، تمام، محتاج تدريبات، محتاج ثقه. يعني في واحد على خط الاوت الناحيه دي اولها دي يا بلال اهي. دي الكوره اللي اتلعبت. خد بالك، هو عنده زمن. اوقف بقى، اوقف. بص عنده أوف. زمن وعنده مساحه. ايوه بالظبط. اولا الاستلام خاطئ يعني، فاهم قصدي؟ يعني لو هنتكلم على الاستلام هو استلام بشكل يعني ايه الطبيعي، انك بتستلم وبتدي وشك للملعب، يا اما بتستلم او بترجع ورا شويه عشان تبقى الرؤيه واضحه عندك. عنده وقت عندك جاي. ما نقولك عندك زمن وعندك مساحه. عندك زمن وعندك مساحه. بص يا كابتن، الاستلام هو استلم دلوقتي خلاص، يعني استلم على جنب كمان، وتباطأ جدا، ما استلمش لقدام، استلم على جنب. تاني حاجه، التفكير بالنسبه له انه يلعب. انا ممكن الحاجات اللي زي كده ممكن او ملعب الكوره واحده، فاهم قصدي؟ تلاقي مطلعها واحده. لكن علاء بيحب يلعب كوره، تمام. هو بس عنده سنه يعني بطء شويه، عنده ثقه وعنده سنه بطء، مش في بس مش بطء في التحضير. يعني برضو كرة زي كده عملها في الشوط الاول واتقطعت منه برضو على خط الاوت. الناحيه اللي حب يجري بالكوره كابتن يلعب بيها وحب يرقص، اتقطعت على خط الاوت، وحصلت معاه في ماتش المقاولين العرب اكتر من مره. تمام. هو باللعيبه اللي بتحب تلعب كوره، بس مش كده. الكوره عشان تلعب كوره وانت كلعيب بتلعب اخر واحد، لازم تكون سيف جدا، لازم تكون بامان بشكل كبير. ما ينفعش ان انت بتلعب كوره، عايز تلعب كوره وتلعب بالشكل ده يا كابتن، لازم يبقى تكير قوي. المدافعين في العالم كله وارد ان هم يغلطوا، ده وضع طبيعي جدا في كره القدم. هو لعيب كبير، لعيب جوال غلطات، امكانياته كويسه، لعيب عنده سرعه، لعيب عنده قوه بدنيه عاليه، تمام، ولكن عنده محتاج عنده ثقة عاليه قوي. بس احيانا الثقه يعني بتورط بالظبط بشكل كبير قوي يعني. وده اللي حصل، خد بالك، مع علاء. يعني هو عايز يثبت للناس كلها ان انا
صفقه جيده صفقه كويسه يعني اقدر اعمل كل حاجه في الكوره، ولكن مش يعني في وقت ما بتطلع يا كابتن تشتغل لازم في البدايه تشتغل يعني لغايه لما بهدوء شويه. لما يبقى في تداخل يا ابو كباتن من اي مهاجم، لا ما 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 ما, ما, ما فيش مخاطره في 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 لعيبه كابتن يعني عايز تعمل كل حاجه في الكوره عشان تبان انها كويسه تمام، بس ده لازم يتطلب ان انت كل مباراه لازم تعلى عن الثانيه، كل مباراه بتعلى اوريدي، كل ما بتلعب كل ما بتاخد تكتسب الثقه، كل ما بتاخد ثقه يعني مش معقول هتلعب بثقه 100% وانت لسه في بدايه حياتك. كلنا لما طلعنا كنا في البدايه ما بنرقصش، ما بنلعب السهل، بنحاول كل كره جينا ان احنا نلعبها بسرعه ونتسرع بالظبط، من الواضح ما بنصعبهاش علينا يعني. من الواضح كمان ان الكابتن علاء مدي تعليمات بالضغط على علاء، هو حافظ شكله، عارف ان هو عنده ثقه ممكن يعمل كده، لان كمان باولو مش هيضغط على اتنين، باولو انت عارف كبير في السن ضغط، هو ضغط ومتعمد ان هو يضغط عشان عارف، وكمان مد رجله قبل ما علاء يبقى بس خد بالك انت باولو ايه ده، انت باولو اتجاهه للجول بالظبط، يعني اتجاهه لشريف اكرامي فاهم قصدي يا كابتن، يعني الطبيعي ان باولو يعني يضغط، هو عارف انه كابتن عارف ان علاء يعمل كده. ده سامر مظبطني بقى، سامر مظبطني لا ده 100% ده سامر مظبطني في 10 يا ابو حميد، سامر مظبطني انت عندك 10 في حاجه يا سامر عندك 10 بص ميدو بقى، بص التحركه ميدو، انت عايز دي زي ازارو يا راجل، حرام عليك يا راجل، نفس الحته ايه والله العظيم ما نفس الحته خالص، ولا نفس الباصه ولا نفس البوزيشن، ده راجل حرام عليك، ما عايزها تاني عايزها تاني، مش هتكلم على الزمالك، افتكرت كويس السمين على فكره ان انت جبت الكوره دي، مش هتكلم على الزمالك، ده انت بص واقف فين، بص انا رجعت ازاي، بص مديها لك ازاي، انت لازم تحطها في البعيده كده، لا فعلا والله لازم تحطها في البعيده كده، لازم تحطها، انت تعادل برضه زمالك، عايز يغلطك يا ابو حميد برضه زمالك، انت ما جبتش جون غير في الزمالك ولا ايه؟ عامل ايه طيب؟ لا مظبطك جامد شفت متشكله سمير يعني دي قبلال بذمتك ودينك زي هو نفس المكان اهو، ايوه هو من نفس المكان بس غير لا بس الشكل غير، انت لازم تلعبها في البعيده، بس انا برضه معاك انه برضه ازارو لازم يلعبها في البعيده يا كابتن ابراهيم، دي نفس المكان يا كابتن، ده نفس المكان يا كابتن، وبعدين عبد الواحد طلع قافل لك، وبعدين الناس موتوا بعض، لا هو قافل لك القريبه، لا هو قافل القريبه دي غير دي على فكره يا كابتن، ده هم موتوا بعض اصلا قبل ما تحط الكوره في الجول كابتن ابراهيم، زي ما قلت لحضرتك اهم ما في هذه المباراه، حتى لو كان الاهلي كسب امبارح كان عندنا اخطاء دفاعيه قاتله، لان اللعيبه مش حافظه الاماكن، لسه علاء جديد، لسه هاني مش حافظ المكان، حتى لما دخل ايمن برضو مش لسه برضو مش مؤقلم على المكان، كان باك ليفت، لكن المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا بيراميدز، طبعا مباراه مهمه مش محتمل لاي اخطاء، لازم تنزل بالثقه الفئه الاساسيه القوه بتاعتك كلها كل الناس اللي انت كنت معاهم، في ناس قاعدين بره على دكه الاحتياط، حط عليهم اي سته يعملوا فرقه يعني مجموعة، خلاص احمد فتحي للاسف خلاص مجموعه كلهم ممتازه، لازم كلهم تدفعهم مفيش مخاطره، لان المشي اللي جاي مع بيراميدز لو لا قدر الله حصل اي حاجه انت بدل المنافسه، انما لو كسبت يبقى انت داخل في المنافسه خلاص، اعتقد الرباعي الدفاعي هيبقى معلول مع ايمن اشرف مع محمد هاني مع كريم نيدفيد، ده يمكن احسن تشكيل، لان احمد برضو يعني جات له الاصابه تاني فلازم يبقى نيدفيد موجود من البدايه في ناحيه اليمين، وعلي معلول من البدايه باك شمال، وايمن اشرف جنب محمد هاني ده خط الدفاع ده متهيألي ده أحسن خط، مفيش رباع، تكتب إيه؟ تكتب إيه أنت؟ بتكتب إيه؟ بكتب تشكيل مقترح يعني، قول لي إحنا قلنا الله يبارك له، يا كابتن أنا معاك في التشكيل ده، معاك إن أيمن أشرف يلعب سنتر باك مع محمد هاني تمام، قبل كده محمد يوسف لما سحب عليا إمبارح شايفها إزاي؟ ظاهرة صحية، مش عايز يضغط على الولاد قوي، مش عايز يغلطه قوي، ومش عايز يضغط عليه، وفي نفس الوقت كمان انت يعني عايز تهاجم خلاص، انت يعني طبيعي جدا بعد الهدف الثاني يا كابتن، يعني هي زي ما بتقول بلغه الكره تغييره في تغييرتين فاهم قصدي، يعني انت خلاص جه فيك الجول الثاني، لا ما كانش جه الجول، لا ما هو ده الجول، ده جول التعادل اصلا، مش طبيعي جدا ان وده في الشوط الثاني قصدي سوري معلش، يعني ده الشوط الثاني جه فيك هدف التعادل، فانت طبيعي بطبيعه الحال هتبتدي فرقه الداخليه كابتن تلعب بنفس الطريقه اللي قبليها، بالظبط هي تلعب ترجع تلعب ورا تقفل بشكل كويس جدا، ويعتمد برضه على الهجمه المرتده، فبالتالي هيبقى موجود بس
حسام باولو هو ده اللعيب الوحيد الاسترايكر اللي هيكون قدامه، وبيلعب عليه اثنين سنتر باكس. فهو خلاص غير احمد علاء عشان برده ما يضغطش عليه نفسيا، عشان برده يعني لعيب صغير هيبقى متوتر بشكل كبير جدا، فبالتالي غيره وحط لعيب تاني يقدر يكون عنده يعني نزعه هجوميه اكتر، يعني فاهم قصدي؟ تضغط بيه على فريق الداخليه وتحاول ان انت تسجل الهدف الثاني. يعني هي فيها يعني تمام يعني فيها حاجتين في حاجه. يعني قول لي التشكيل المقترح بقى اللي انت كده. ندفد باك رايت وهاني واشرف ومعلول، دول يعني اثنين سنتر باكس، هاني محمد هاني وايمن اشرف. علي معلول ناحيه الشمال، برضه نص ملعب مش هيخرج ما بين من سلية وشام محمد طبعا. عاشور مش موجود، عاشور بدا في التدريبات على فكره، ممكن بس صعب يعني تدي المباراه، خد بالك بعد 3 ايام يعني النهارده الحد 2 3 4 5 لسه ممكن يعني طويل. احنا محتاجين حسام عاشور الحقيقه في الماتش ده محتاجين يعني هو والسلية، بس ممكن لا قدر الله يعمل يبقى زي احمد فتحي. لا يعني خالص انا معاك، لو في مخاطره لا يعني لا لو في مخاطره لا طبعا انا سلامه اللعيبه سالم 100% يلعب المباراه يديني 90 حتى 80 دقيقه 90 دقيقه يبقى ده المفترض ان يكون موجود في الملعب. تمام. فحسام عاشور والسوليه سوري اسف هشام محمد والسوليه موجودين في يلعبوا الاثنين نص الملعب ديفند، وقدامهم برده ناصر ماهر، وزي بالظبط يعني اللي ابتدوا في الحته الاماميه هم نفس اللعيبه، احمد الشيخ برده هيكون موجود اعتقد، ووليد ازارو في الحته وليد ازارو كسترايكر. وليد لازم يبقى موجود. وليد طبيعي وليد ازارو لعيب امكانياته كبيره، بس وليد محتاج يعني يعني حد يشتغل عليه شويه، مش عايز اقول نفسي بس محتاج تتكلم معاه كتير، فاهم قصدي؟ يعني برضو وليد انا شايف الفتره اللي فاتت يعني بلغه الكوره مريح شويه. مروان لا ليه؟ انا بقترح اسئله على الساده المشاهدين، يعني مروان انت لو انت بتسالني مثلا، انا بقول لك ده التشكيل، لو انت بتسالني انا ممكن العب بالاثنين، العب بوليد ازار والعب مروان محسن وغير طريقه اللعب بتاعته، ممكن العب بالاثنين. ممكن يعني جميل. انا يا كابتن لو انا بلعب يعني مروان فايق عايز استفيد منه بشكل ما ينفعش ما استفدش. مروان المباراه اللي فاتت عمل هدف، تمام، عمل هدف الجول الثاني، وفي واحده انفراد برده اشتغل عليها بالزبط. فهو في حاله الفوقان، فانا ممكن استغل الحاله دي عند مروان محسن، استغلها بشكل كبير عند مروان محسن. ممكن العب اثنين، يعني ممكن العب، مش لازم العب بالطريقه التقليديه 4-2-3-1، ممكن اغير طريقه اللعب. يعني وارد جدا انك تغير طريقه اللعب، ما انت في بعض الاوقات اشتغلت المباراه اللي فاتت وغيرت طريقه اللعب وحولت الطريقه من 4-2-3-1 ل4-4-2 خلاص، وابتديت تلعب باثنين سترايكر صراحه 2 رقم 9 في الملعب، وليد ازارو هو اللي من تحت ومروان محسن هو ده اللعيب المان تارجت بتاعك. فانت ممكن تبتدي اصلا المباراه بالشكل ده، خاصه ان انت كنادي اهلي في الاونه الاخيره بتعتمد على الـ على الـ على الـ على اطراف الملعب. يعني انا بلعب على اطراف الملعب، ودي كانت دي مشكله بالنسبه لنا الشوط الاول، انك بتعمل عرضيات كتيره جدا وما بتلاقيش حد في البوكس عشان يستغل الحاجات دي. فانت النهارده لو لعبت بمروان محسن وليد ازارو يبقى هو الشادو سترايكر اللي بتلعب عليه الكرات الطوليه السريعه، ويبقى مروان محسن المحطه بالنسبه لك، ممكن تعمل شغل قوي جدا. ممكن يعني ليه لا، فممكن تغير طريقه اللعب ال 4-3-3 3-4-3، وارد جدا انك تغير طريقه اللعب، خاصه ان انت عندك اطراف مميزين جدا جدا، اطراف النادي الاهلي مميزين بشكل كبير يا كابتن، سواء اذا كانت الاطراف الدفاعيه الاثنين الباكين ندفد او علي معلول، او الاثنين اللي بيلعبوا من تحت الفيرود، وحتى كمان ناصر ماهر عنده الميزه انه بيطلع على اطراف الملعب في بعض الاوقات وبيعمل لك الكروس بالزبط. فانت تقدر تستغل الحته دي انك تلعب باثنين سترايكرز يقدروا يترجموا لك الكرات العرضيه كلها الاهداف. لو ناصر ماهر كمان اسيست هايل، يعني الجول الاولاني اللي مديه الحقيقه اكثر من رائع، يعني ناصر ماهر لا خلاف عليه، وجوده مهم جدا، لا خلاف عليه، وبياخد خبرات وبيزداد، وكل مباراه عن مباراه بياخد الثقه وبياخد يعني بيبقى اسيست هايل في وسط الملعب. طبعا مشكورك شكرا جزيلا يا كابتن ميدو، انا اللي مشجع حبيبي للاسف انتهى اللقاء جميل، وكابتن احمد دايما منورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك يا ميدو، كابتن احمد ربنا يخليك يا ميدو، ربنا يكرمك. شفت على العشاء؟ شفت سمير في ليك عندي عشاء سمير، انت ما هتفضل احمد بلال زي ما انا عارفك، الكوره لا انت واقف تمركز ازارو ولا معلول كان واقف نفس، وفي ثانيه اقنعتنا ان انت نفس ازارو. ماشي، انت نجم كبير يا كابتن بلال، كنت مهاجم من العيار الثقيل. الله يخليك يا رب، نورت وشرفتك. ما تكلمش معايا في الحاجات اللي فيها لا لا بس لا شغل لا انا اتحدى لا اتحداك زي ما انت عايز. بس خلاص الساده بقول لك على حاجه بعد الهوا، الساده المشاهدين عارفوا، الساده المشاهدين عارفوا ان في رهان بيني، بقول لك على حاجه بعد الهوا. شكرا جدا لحضراتكم، ان شاء الله دايما الاهلي يفرحنا بانتصاراته، واكيد النقاط اللي بتضيع اكيد وراها سلبيات، والسلبيات اكيد بتفوقك وبتعرفك حاجات كتير جدا بتعالجها في المستقبل القريب جدا. واحنا محتاجين ان احنا كنا نعرف اخطائنا، عندنا مباراه مهمه يوم الجمعه مع بيراميدز، عندنا شكل جديد مع لاسارت ان شاء الله يكون شكل جديد وشكل مفيد كمان، وان شاء الله يكون منهو الجزئي الثاني زي ما قال شريف شعبان. دايما بتنوروني وبتشرفوني، وتصبحوا على الف خير.